بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. بكل الوداد وكل الرجاء، فهل تكون الأمطار الأخيرة للأهلي والزمالك مصرية؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 530 حلقة الاثنين من ملك وكتابة، واللي بادئها المهندس عدلي بالغنى. إيه الجمال ده؟ الوداد والرجاء وقصص كتيرة، لماذا سمي بهذه الأسماء؟ هتقول لنا أنت القصة دي، لكن كل اللي يعنيني أن الأول مرة يمكن في التاريخ أن السيمي فاينل يبقى بلدين. مؤكد انطلاقة الأهلي، تأهل الأهلي ومعه تأهل الزمالك ومفارقات كثيرة في دور الأبطال، حلقة مهمة، هذه أبرز عناوينها. والآن هل تكون قاعدة الانطلاق؟ تخيلوا لو كان العكس. جمعتنا أم كلثوم، فماذا تفعل الكرة؟ حب من تريد لكن تسيء للأهلي؟ لا. الحلال والحرام وما بينهما. وأخيرا العندليب في قلب زين النوادي. والآن هل تكون قاعدة الانطلاق؟ بإذن الله تعالى يتحقق ده. لكن النهاردة فجرا عادت بعثة الأهلي من بريتوريا بتذكرة التأهل للمباراة المباراة قبل النهائية لدور الأبطال، وإقصاء صن داونز، وكثير من الحسابات التي حققتها بعثة الأهلي من خلال هذه الرحلة. التأهل للدور قبل النهائي، رد الاعتبار من صن داونز، التأكيد على انطلاقة البطل، دي لقطات من رحلة العودة للقاهرة. البعثة رجعت برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد أسبوع تقريبا قضته البعثة في بريتوريا، حققت فيها كل ما كانت تهدف إليه. ريني فايلر المدير الفني منح الفريق راحة النهاردة، وده طبعا الفريق وصل النهاردة الصبح، منح اللاعبين راحة، هيستأنف التدريبات بكرة إن شاء الله، ما عندوش إلا فرصة تمرينة واحدة علشان يستعد لمباراة الأربع مع سموحة في الدوري إن شاء الله. من أغرب ما يكون هذا الأمر. من أغرب ما يكون، وأنت عندنا فقرة هنناقش هذا الأمر فيه. صحيح. لأن الحقيقة مش مفهوم. طيب. إيه اللي في ذهن متخذ القرار؟ هنجيله. الجهاز الطبي طبعا بيعمل أشعة على جيرالدو الأنجولي علشان يقف على حجم إصابته، كان عنده تورم في قدمه، ويحدد فترة غيابه. ريني فايلر المدير الفني عقد جلسة طبعا مع معاونيه. الفريق كان اتمرن مرة واحدة في بريتوريا بعد المباراة تاني يوم على طول علشان يبدأ الاستعداد لهذه العودة القوية في مسابقة الدوري. لكن كل ده اوعى ينسيك ان النهاردة عيد ميلاد واحد من نجوم الأهلي الكبار، تقريبا حامل الرقم القياسي في عدد المشاركات لأي لاعب كورة في مصر. الأرقام كده، أي لاعب كورة في مصر ما لعبش مباريات رسمية أكتر من اللي لعبها حسام عاشور، رمانة ميزان الأهلي لسنوات طويلة جدا. الصفحة الرئيسية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا النهاردة بيهني حسام عاشور بعيد ميلاده الـ 34 9 مارس. حسام عنده أكتر من 500 مباراة رسمية وعدد وافر جدا من البطولات. الاتحاد الدولي أشار إلى هذا الحصاد الهائل جدا. يكفي أنك تعرف أن حسام عاشور يجي رقم 2 بعد النادي الأهلي في إحراز بطولة الدوري، عنده 12 دوري. حسام عاشور مواليد 86 في رصيده 12 بطولة دوري، يعني هو لو كسبنا السنة دي بإذن الله يبقى عنده 13، يبقى هو وصيف الأهلي. كاس مصر عنده 3 بطولات، كاس السوبر عنده 10 بطولات، دوري ابطال افريقيا عنده 5 بطولات، كاس الكونفدراليه حملها مره، كاس السوبر الافريقي 5 مرات، شارك في كاس العالم للانديه، حقق الميداليه البرونزيه، يعني في كل مشاركات الاهلي في كاس العالم للانديه كان حسام عاشور موجود. نال مع الاهلي الميداليه البرونزيه في 2006 في كاس العالم. يمكن الحاجة القليلة بس ان هو كان قليل جدا في التهديف، عنده 3 اهداف فقط.
البداية كانت في أسمنت أسيوط 2006، هدف في شباك الإسماعيلي 2007، وفي قذيفة في طلائع الجيش 2010. شوف، هو طبعا حسام، كابتن حسام عاشور انطلق بدري، انطلق وهو عنده 17 سنة يمكن. ايوه، اتاح له ده وانطلق، انطلق انطلاقة قوية، ما انطلقش يعني ان هو لاعب واعد. ايوه، لا، انطلق ان هو لاعب تكتيكي يحتاجه الاهلي في اكثر من مركز. وكان من ضمن يعني ابتكارات مستر مانو جوسيه بالنسبه له نلعبه باك رايت، وكاد ان يعتمد عليه في مركز الباك رايت. ولكن طبعا هو وجد نفسه والاهلي وجده في مركز الهاف ديفندر. الهاف ديفندر لاعب ملتزم، ما عندوش اي مشاكل، راجل زي ما بيقولوا تحت الرادار، محدش شايفه غير انك تحسه لو غاب. يعني ده عامل زي صوت البحر، لو سكت تتنبه ان كان في صوت بحر. فانت يعني تشبيه حلو فعلا. يعني تبقى مش واخد بالك ان انت يعني ساكن على البحر، غير لو في يوم كده البحر صافي والموج ما بيقلبش. وفي ايه؟ تبتدي تحس بالغربه. فهو كان كموج البحر، فوران في الملعب وهدوء خارج الملعب. الحقيقه ان حسام يستحق كل الاحترام. طبعا الحب موجود عند كل الناس، التقدير موجود، ولكن القيمه الاكبر التي يسعى اليها الانسان هو الاحترام. واظن ان حسام عاشور يجد هذه القيمه من كل محبي كره القدم باختلاف انتماءاته. صحيح. كل سنة وانت طيب يا كابتن حسام، وعقبال 100 سنة ودايما وابدا في افضل حال ومتألق ومتفوق دايما ان شاء الله، وربنا يلهمك القرار الصائب في مسيرتك باذن الله. حسام، احد افرازات قطاع الناشئين في الاهلي اللي فعلا بيمتلئ بهم الفريق الاول، لو عملنا احصاء هنلاقي الاهلي تقريبا اكثر اندية المسابقة اعتمادا على ابنائه في من قطاع الناشئين. لكن بمناسبة قطاع الناشئين، النهاردة أهلي 2001 بيفوز على الإسماعيلي 5-0 في بطولة الجمهورية، ده كانت في الأسبوع 28. حقق الفريق فوز كبير على الإسماعيلي ب5-0. فريق الشباب أيضا مواليد 99 هيلتقي مع أسوان، بعد ما فاز يوم الحد على أسوان 2-0 بيستعد لمباراة قادمة أيضا مع الإسماعيلي. الأهلي بيحافظ في 99 على صدارة البطولة. بكرة كمان على ذكر أجندة النشاط، الأهلي والجزيرة في الجولة الثالثة لكرة السلة، ده دور نصف النهائي لدوري كرة السلة السوبر. المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي، والكابتن أشرف توفيق بيأمل في مواصلة الانتصارات. مباراة مهمة، هما اللقاءين انتهوا تبادل الفوز. أيوة. فريق إيه؟ اللي جايه دي هتكون مباراه حاسمه، لكن النهارده لازم نبارك ايضا لفريق كره اليد ريال. أيوة. بفوزه على نادي سبورتنج وانتقاله الى دور قبل النهائي او نصف النهائي، لان الحقيقه نتيجه مهم. سبورتنج هو بطل الكاس السنه اللي فاتت. ايوه، فده بيوضح ان ايضا كره اليد هناك تشهد تطور صامت. هنشوف هنتهي الى ايه باذن الله. طيب، تخيلوا لو كان العكس. دي اولى فقراتنا. بعد بكره يوم الاربع الاهلي هيبدا مشوار الدوري، هيستأنف مشواره في الدفاع عن لقب. هو ايه لو كان العكس وتتخيلوا ايه؟ الاهلي لعب مع صن داونز في جنوب افريقيا يوم 7. الاهلي لعب يوم 7 مارس. الزمالك سبقه بيوم. الزمالك لعب مع الترجي في تونس يوم 6 ورجع تاني يوم من تونس. الاهلي رجع النهارده الصبح ولعب يوم 7. متخيلين ان اللي لعب يوم 7 يلعب يوم الاربع، واللي لعب يوم 6 هو اللي يلعب يوم الخميس؟ ناهيك عن حاجه مهمه يا استاذ ابراهيم. مسافات السفر للفرقتين، انا حتى المسافات ما كل مره اقول لك كده تقول لي حتى المسافات لا مهمه. تعرف لو العكس يقول لك اصل هو جاي من 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 شمال افريقيا والزمالك جاي من سفر اكثر ارهاقا، لكن لما تبقى انت هو اصل ممكن يرد عليا بحاجه.
يقول لك انا وانا بحط الجدول مش عارف مين هيلعب. معلش حطيت الجدول خلاص كده ومش هلعب فيه، بس هي الفكره ده اللي بيلعب ستة وده بيلعب سبعة. الله. لكن الاهلي يعني كان كلامي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده، احنا بنحترم الجدول طبعا وهننفذ الجدول حتى لو كان عنده فرصه لتمرينه واحده بس بكره، لكن في النهايه خلاص ده جدول وبنحترمه. طيب لكن انتوا تتخيلوا لو ده العكس بقى. ممكن نحترمه ان احنا نلتزم بيه، لكن احنا هنلتزم بالجدول، لكن عشان نحترمه الاحترام دي قيمه اعلى. عايز افهم السبب، ما هو ممكن يكون في سبب منطقي. هذا قرار لابد ان يكون له مبرر، ان اللي بيلعب الاول يرتاح اكتر، واللي بيلعب متاخر وجاي من مسافات ابعد يبقى هو اللي يعني ايه اللي حط الجدول ده وهو بيحطه، لان ده جدول انتقائي ما تقوليش قرعه. وانت بتحطه كان عندك فلسفه، عايزين نعرفها بس يعني ولا كتير. شوفوا بقى الوضع العجيب جدا، لو كان العكس كانت الدنيا عامله زي دلوقتي، وكان الاهلي اتهم بايه، وكان اتحاد الكره هو اللي بيسلك لسكه الاهلي، واتحاد الكره هو اللي بيريح الاهلي، واشمعنا الاهلي، وكنا هنسمع مواويل في القصه دي بالذات. لكن اديكم شايفين اللي بيلعب متاخر، اللي بيلعب يوم سبعه هو اللي يلعب الاول، واللي يلعب يوم سته يكمل الراحه بتاعته. ما علينا، الاهلي بيستأنف يوم الاربع مبارياته في الدوري، هيواجه سموحه في استاد السلام، المباراه في الاسبوع ال 18 للدوري. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين يحافظ والحمد لله على العلامه الكامله حتى الان، عنده 48 نقطه من المباريات اللي لعبها، سموحه السابع ب 24 نقطه. مباراه الذهاب 1-0 لصالح الاهلي كان بهدف رمضان صبحي زي ما حضراتكم شايفين. الاهلي وسموحه قبل كده لعبوا 19 مره، الاهلي فاز 10 وسموحه فاز مرتين، تعادلوا 7 مرات. الاهلي سجل في سموحه 27 هدف وسموحه سجل في الاهلي 15 هدف. الزمالك هيلعب هيلعب الخميس ان شاء الله، لكن زي ما انتم عارفين الوضع المضغوط للاهلي في المرحله اللي جايه مخلي الزمالك هيلعب بعد لقاء الاتحاد، هيلعب المصري يوم 15 والمقصه يوم 19 ونادي مصر يوم 22. الاهلي هيلعب ثلاث مباريات اخرى قبل توقف الدوري مع انبي يوم 14، مع الانتاج الحربي يوم 18، ومع اسوان يوم 21. النهارده مع عوده الدوري تم تطبيق نظام الفار او حكم الفيديو المساعد لاول مره مع عودة الدوري، يمكن طبق في المباراة اللي فاتت، النهاردة كمان تم تطبيقه. تعادل الإسماعيلي مع الجونة 1-1، وبكرة إن شاء الله المقاولين والجيش الثلاث، يوم الأربع طنطا ووادي دجلة، إنبي وبيراميدز، والأهلي وسموحة. يوم الخميس إفسي مصر مع الإنتاج الحربي، الحدود مع المصري، المقصة مع أسوان، والاتحاد مع الزمالك. دي خلاصة مباريات الأسبوع ال 18 يا باشمهندس. والنهارده كان ليك ملاحظة على الفار. طبعا. أنا قلت لك أنا متخوف من الفار. أصل بص في الآخر مين اللي بي 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 بيدير الفار؟ بشر وحكام. أيوه. طالما العنصر البشري موجود فالخطأ وارد. ومش الخطأ وارد، و و و و و والرؤية والاختلاف على الرؤية، ورجعنا قلنا الرأي استشاري وان الحكم عنده الفيتو. ففي كل الاحوال انت بس بتخلق خطوه وسيطه تزيد من الجدل، وابتدت النهارده. يعني النهارده في ماتش الجونه والاسماعيلي هدف للجونه احتسب تسلل، رجعوا للفار، الفار رجع الحكم يعني واصر على قراره مما يوحي بان الفار اتفق معه، هو لجأ الفار 4 مرات. لكن هي وانت موجود عشان القرارات المصيريه، يعني انت في كل القرارات الثانيه ما فيش اشكاليه، انما الهدف هجمه انتهت بهدف يوم يتضح بعد كده ان الهدف سليم باعتراف رئيس لجنه الحكام. كنت اسالك في الجزئيه دي. كابتن جمال غندور له تصريح بعد المباراه، دي اللقطه اهي. كابتن جمال غندور له انه الفار اخطا في تقدير في الغاء هدف للجونه. هل التعقيب على قرار الفار هيصير جدل ويخلق مشاكل؟ هل الافضل مسؤول اللجنه يصرحوا
يعني ونسب لجمال الغندور على احد المواقع، بس أنا الله اعلم قال ولا ما قالش، انما طالما انه نسب لجمال الغندور اذا ما نفاش كابتن جمال يبقى قال. وهي عتبان حتى في تحليل الاستوديوهات التحليلي حتبان. لا هو احد المواقع نسبها له، بس الاعداد بيقول لي لا في الاذاعه ما 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 احنا مش ما اعترفش بيها جمال الغندور. الفكره مش هنا، الفكره انك انت طب وصلنا لايه؟ ما هي دي فكره الحكم الخامس اللي كان يفعل الخط ويشارك في اللعبه شايفها، وبين الاثنين لعيبه وما ياخدش قرار او ياخد قرار عكسي. هو انت كل عمال بتزيد من خطوات الجدل دي بترجعنا لفكره بكاري جسامه. كل يقول لك يا سلام هو بكاري جسامه هو زي الفل اهو، ما اللي كنتوا عاملين دوشه ليه؟ هو الدوشه كانت معموله ان احنا بنقول بكاري جسامه ما بيعرفش في القانون، ولا بنقول ان بكاري جسامه لا يمتلك مقاومات الحكم الجيد؟ احنا بنقول لا يمتلك اراده الحكم الجيد. في بعض الاحيان كانت قراراته محل جدل. النهارده بالمناسبه الشغل اللي حصل في داخل الاتحاد الافريقي، ولاول مره تشعر ان مصر لها صوتا مسموعا قويا داخل الاتحاد الافريقي. لازم زي ما بنتكلم وبننقد ساعات رجالنا، لازم نشيد بموقف الكابتن هاني ابو ريده. ايوه اللي علمت انه كان بينبه وكان بيقول يا جماعه تعالوا نراقب التحكيم. تصور ان انت بتشيد بكاري جسامه انه ما ظلمش الاهلي، هو لم يحسب الاهلي شيء يعني. صحيح صحيح. فانت ولم ينقذ الاهلي من شيء، انما صحيح. انت بتشيد بيه انه الحمد لله ما ظلمنيش. والحقيقه دي كانت يعني ده كان موقف مسبق مهم يا جماعه للنادي الاهلي، لانه من اول ما اعلن عن تعيين بكاري جسامه لهذه المباراه تم استدعاء كل الوقائع السابقه اللي غير ايجابيه لبكاري جسامه مع الاهلي. قطعت بالبطولات. وكان تحرك ايجابي حاد جدا وصريح جدا قبل إدارة النادي الأهلي مع الاتحاد الأفريقي وقياداته. حصلت اتصالات زي ما قلنا المرة اللي فاتت للكابتن محمود الخطيب مع مسؤول الاتحاد الأفريقي إنه الأهلي بيبدو تخوفه، بيطلب إنه لو ده ما يحكمش المباراة يبقى أفضل. الاتحاد الأفريقي عنده قرار إنه ما فيش تعديل للحكام، فالأهلي طالب فقط إقرار العدالة بس، مراقبة الحكام في الأدوار النهائية المهمة. انت في ادوار اقصائيه في بطوله كبيره. فكان في اتصال مستمر بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس هاني ابو ريده عضو اللجنه التنفيذيه في الفيفا، اللي الحقيقه زي ما المهندس عادلي اشار اهتم جدا بمتابعه هذا الملف في الاتحاد الافريقي، ليس مطالبه الا بالعداله. انت بتطالب يا جماعه نبص على الحكام كويس، يا جماعه في تعيينات الحكام في الادوار المهمه في معايير كتيره لازم تتراعى، والحكم يبقى عارف انه اولا كل العيون متفتحه، الرقابه موجوده، الاختيارات وسياسه تعيينات الحكام متوقفه على درجه الاداء ومستوى الاجاده فيها. فبالتالي مش مطلوب من الحكم الا انه يبقى فير. تخيلوا فعلا ان احنا نصل لمرحله كل اللي بنطالب بيه ارجوكم اقرار العداله، لانه اللي حصل للاهلي مع بكاري جسامه ومع غير الجسامه كانت أخطاء فيها كثير من الجسامة. فشيء جيد أنه حصلت هذه الاتصالات، حصلت نوع من تفتيح العيون على أداء الحكام لمصلحة كل الأطراف. هو دي النقطة اللي عايز أتكلم فيها بقى. هل استفاد النادي الأهلي من أنه علق الجرس في رقبة القط، ولا كل الأندية استفادت؟ كل استفاد، وأولهم يعني مباراة الزمالك والتراجي. المصري كان من الممكن لو الزمالك ان يتعرض لشيء من العنت يطيح به. صحيح. فلما الحكام تشعر انها بقى لها الموضوع مراقب وان هيكون في حساب خلاص مفيش حاجه هتعدي. والتحكيم الافريقي شأنه شأن التحكيم المصري، شأن التحكيم الاوروبي. صحيح. هم عندهم ادوات العلم. صحيح. لكن ساعات الاراده صحيح بتتاثر. فاحنا كان كل اللي يهمنا ان يبقى فعلا الحكم غم عينه عن الالوان وربنا يوفقه، وقد يحدث خطا تقوم تتحمله منه لما يكون خطا. ايوه. انما لما تشعر ان هو يعني يحسب عليك ضربه جزاء ومن لعبه اكثر وضوحا ليك ما يديهالكش في نفس المباراه اللي تسبب في خروجك وقبليها بسنه بتخرج لازم تنزعج. النهارده موقف النادي الاهلي كالعاده ياخد الموقف الموضوعي والذي يدلل عليه والذي يقنع الناس انه بيحتج عن حق، ف
فتستفيد منه كل الأندية الأخرى. كانت كل الأطراف الحقيقة استفادت من نسبة عالية من العدالة التحكيمية، والأخطاء اللي كانت موجودة في كل المباريات الأخطاء الطبيعية المسموح بيها، غير أخطاء التعنت اللي بتقصي يعني. غير الأخطاء الواضحة جدا اللي بتقصي فرق وبتهدر حقوق. لكن كمان محليا شيء كويس ان احنا نبدا في تطبيق خاصيه الفار. الزملاء في الاعداد بيقولوا لي لجنه الحكام الرئيسيه اشادت بتجربه الفار مع بدايه تطبيقه. كابتن جمال الغندور اكد نجاح التجربه في مباراه اليوم، ما سجلش اخطاء زي ما ذكرت او نسبت ليه بعض المواقع. الكابتن وجيه احمد رئيس اللجنه الفنيه في لجنه الحكام قال ان التجربه كانت اكثر من مشجعه، وزي ما قلنا له المره اللي فاتت على التليفون، مطلوب الكل يتضافر في انجاح التجربه. احنا جايبين الفار والاتحاد المصري لكرة القدم هيتكلف أكتر من 3 ملايين دولار لتطبيق خاصية الفار السنة دي، بحثاً عن العدالة وأيضاً ارتقاءً بمستوى البطولة. فكل المطلوب إن الكل يساند ويساعد إنجاح هذه التجربة. اللي يقدر يساند إنجاح التجربة حكام الفار، وأيضاً العلاقة اللي بين قرار الفار وقرار الحكم. لو تركت في الاخر لقرار الحكم، طب هو يعني مفيش حكم هيطلع يقول لك انا كنت غلطان، قليل يعني. قليل لما يبقى الخطا واضح قوي ممكن، لكن لما يبقى مختلف عليه زي اللعبه اللي فاتت دي، هقول والله هو شافها كده، مش هنقعد نوقف الكوره بكل وقت. فانا حته الفار دي مش هحكم عليها دلوقتي، اتمنى ان تؤدي الى مزيد من تحقيق العداله. نتمنى، لان مصاريف كتير. صحيح. ولا والتجربه انت عايز ترتقي بالمستوى ده، المهم. طيب الان هل تكون قاعده الانطلاق؟ كلام مهم جدا ومبهج جدا بعد الفاصل. طيب هنأجل الفاصل، لكن قاعده الانطلاق. طيب كويس، نكمل دي مع قبل الفاصل. قاعده الانطلاق يا جماعه، الكل كان قلقان جدا على الاهلي في بريتوريا، ولو تفتكروا الاسبوع اللي فات قلنا فهل يكون الرجاء الصالح؟ الاهلي كان بيلعب مع بريتوريا قرب او في بريتوريا قرب طريق راس الرجاء الصالح، والمهندس عدلي تضرع الى الله ان يكون هذا هو الرجاء الصالح، انه الاهلي ينجو من هذا الفخ الجنوب افريقي ويرد اعتباره ويستمر في البطوله. أنا قلت لك نقطة، إن أنا ما بخافش إلا من الماتشات اللي بنستسهلها. الماتشات اللي فيها قدر كبير من التحدي بتقلقني، لكن بتديني شعور بإن الأهلي لو ركز هيعمل اللي هو عايزه. فإحنا طبعًا إحنا عايشين بالظبط زي ما قلنا، إن مانو جوسيه 2005 قال سنعود 2006 لنوري العالم الأهلي الذي لم يشاهدوه. الأهلي الحقيقي يعني. وكان ده التحدي واللي اشتغلوا عليه اللعيبه واللي قدروا يوصلوه. قبل ماتش الصفاقسي واحنا مسافرين، تعادل 1-1 الايجابي في ملعبنا من منظور الصعب جدا، اللعيبه قالت احنا اللي يعني زنقناها واحنا اللي هنفكها، وقد حدث. النهارده انت خسرت خساره يعني غير مفهومه وتاريخيه، لازم في يوم ما نفهم اسبابها يعني. كانتش طبيعية بالمرة، ولا طليق بالنادي الأهلي، ولا حتى تعبر عن فرق مستوى يعني. يعني أنت مش بتلعب فرقة يعني ممكن تعمل معاك كده، رغم إنها أفضل الفرق الإفريقية الآن. إنما مش الأهلي، ما تعودناش. اللعيبة تقول يا رب نقابلهم تاني يا رب، فتشاء الظروف إن تفضل ما تطلعش أول المجموعة، تطلع تاني المجموعة عشان تتعمل القرعة وتقابل صن داونز. ساعة التحدي بقى كل بيقول لك جات لك يا عم وريني هتعمل ايه. الكلمة دي خطيرة جدا طبعا، بتنطوي على قدر من التحدي المخيف. صحيح. الله الله، هو دي لو اتكررت هنبقى شكلنا هيحصل فينا ايه؟ الجيل ده يعني، فالجيل ده كان بيلعب من اجل انقاذ او استعادة المكانة والهيبة. أنا نتيجة المباراة 1-1 كان ممكن تبقى 0-0، كانت ممكن تبقى بالهزيمة 1-0، إنما جمالها مش في النتيجة، جمالها في جدارة اجتياز
العقبه دي، جداره التاهل. انت الماتشين ما خسرتش، وانت النادي الوحيد اللي في هذا الدور ما خسرش الماتشين. عايز اقول لك انك من بعد مباراه الخمسه ديت انت لعبت مع صن داونز ثلاث مرات، انت كسبته هنا وتعادلت واحد هنا بالظبط، وافلت منك الفوز في اللحظه الاخيره. صحيح. اذا جداره، يعني انت لما يطلع الناس يقول لك يعني زعلانين بالتعادل احنا هناك. شوف الفرق بقى. انت مش رايح تاخد بطارك، ده انت كنت هتحقق، لكن ترجع تقول ايه برضه عشان ما نعلاش بسقف الفرحه قوي. كويس، ماشي، عدينا واستردينا الاحترام والهيبه والمكانه، وكل الناس كانت بتتكلم، حتى لما تشوف المتحدث المصري باسم المنسق العام خالد علي وهو عرفته سر الضحكه، فقال لك احنا كنا بنضحك لان عارفين بلاش الاهلي، يعني هم ما كانوش عايزين الاهلي. فجاه الاهلي لانهم عارفين الاهلي صعب يتكرر معاه الكلام ده. او مش الاهلي يتكرر معاه الكلام ده. عملنا ماتش كويس، فايلر حط بصمته، ما فيش حد ما اشادش فايلر، محللين، نقاد، منافسين، حتى بعض الاهلاويه اللي هم النتيجه بتحكم وجهه نظرهم، لا الحق وجدد والحق واعمل يعني. فدي حاجه مهمه جدا. ترتيب الاهلي بيتحسن في الرانكينج العالمي، اظن وصل ل 26 دلوقتي. في كل الاحوال، في كل الاحوال ان الماتش فيه مكاسب كتيره جدا جدا جدا. عايزين برضو تكون قاعده الانطلاق. أي. لان انت كمان رحت لايه بقى؟ التحدي الاكثر تحدي. انك انت رايح بتلاعب نادي تم وعده بالبطوله. هنجلها. طيب، دي ملاحظاتك يا باشمهندس. في ثلاث اربع اسباب في رايي ما بين الخروج من مأزق السنه اللي فاتت او المشاركه اللي فاتت للي حصل ده، انت استفدت، وده الدرس بتاع الهزيمه. اي فريق ممكن يخسر حتى لو هزيمه غير طبيعيه في يوم مش طبيعي، لكن التعامل معاه بعد كده واستخلاص الدروس منه ومحاوله التخلص من اثاره ازاي. المره اللي فاتت الاهلي كان باعتراف مدرب صن داونز قال لك جالنا مجهد جدا وكان واضح الارهاق. المره دي انت عشان تتاقلم اخدت بالاسباب. رقم واحد، وجود الكابتن محمود الخطيب على راس البعثه اطفى نوع من الاهتمام الكبير، ده اللي قاله السفير المصري واللي اللعيبه حسيته. انت هتقعد خمس ست ايام قبل البطوله، قبل المباراه، لو ما فيش حاله من الاستعداد الكامل والتركيز، الناس دخلت في مود المباراه بدري قوي. اي حاجه غير كده كانت المساله ممكن الناس ما تاخدهاش بالدرجه الاهميه. انت ليه رايح خمس ست ايام قبل المباراه؟ الا انك انت حطيت كان ممكن تفك منك. انك انت وانت مدي الاهتمام الرسمي على اعلى درجه من التعامل، فيها درجه عاليه من التحفيز وفي درجه عاليه من التركيز، فبقت المساله الفريق في مهمه طارئه جدا وخاصه قوي. ده اللي خلى مبدئيا فكره الاعداد البدني في افضل حاله، التجهيز المعنوي، الكل مستحضر الكلمه اللي اشار ليها المهندس عادل. طب اهي جات لك اهي، ورينا بقى هتعمل ايه. لو شفت لقطه بعد المباراه، الشناوي قاعد على الارض وبيشاور على النجيله، يعني عايز يقول اديني رجعت هنا تاني كحارس مرمى. بصوا الاحساس بالتحدي كان عند اللعيبه عامل ازاي. ارجعوا لكل تصريحاتهم قبل كده، هنرجع وهنروح. فانت حطيت اللعيبه قدام تحدياتها. خليني اقول لك كمان، ريني فايلر يا باشمهندس، انا عاجبني انك لمست في النقطه دي. حطيت اللعيبه قدام التحديات دي، نقطه مهمه، بس الاهم منها ان اللعيبه تثق انها تستطيع ان تجتاز هذه التحديات. يعني انت بتحطني قدام تحديات ممكن توترني، لكن اللي حصل ان اللعيبه استوعبت وترسخ عندها اكتر ما هو كان موجود. لا، ده احنا لما بنحط في دماغنا بنعمل. ولذلك كانت إدارة ريني فايلر للمباراة تقريبا أول مباراة يديرها باستراتيجية دفاعية. كل المباريات السابقة لريني فايلر سواء في أفريقيا أو في الدوري باستراتيجية المتفوق المسيطر. المرة دي
واحد عنده مكسب كبير حققه هنا عايز يدافع عنه ويسعى لتعزيزه. فعشان كده شفنا التعاملات والأفكار التكتيكية له في المباراة عالية جدا وترتقي إلى مستوى مدرب كبير جدا بيقود فريق في منعطف مهم من بطولة بيواجه فيها تحديات صعبة قوي. دي كانت النقاط البارزة في هذه الرحلة المهمة جدا في مشوار الأهلي الأفريقي. هقول لكم مردود ده صحفيا كان عامل إزاي، صحف القاهرة إزاي شافت ما أنجزه الأهلي في بريتوريا. الأخبار طلعت بعد المباراة، قالت الأهلي يمر من اللقاء المر، نسور بطل مصر تشل حركة أولاد صن داونز وتبلغ نصف النهائي بالتعادل 1-1. الأهرام قالت الأهلي يطيح بصن داونز ويتأهل للمربع الذهبي لدور الأبطال، دفاع فايلر يقود الفريقين للتعادل 1-1 والشناوي رجل المباراة ومستوى الشحات لغز كبير. الجمهورية قالت تعادل وتأهل إلى جوار الشقيق الأبيض، الأهلي رد الاعتبار خلص على صن داونز. الشروق قالت بعد التعادل مع صن داونز 1-1 الأهلي يحصل على بطاقة العبور لنصف نهائي دوري الأبطال من قلب بريتوريا. فايلر عطل مفاتيح الفوز لدى أصحاب الأرض، الهدف المبكر للأحمر أربك الحسابات وتغييرات موسيماني فشلت في تعديل النتيجة. الوطن قالت عودة البطل الأفريقي، الأهلي يثأر من صن داونز ويتأهل لمربع ذهاب دوري الأبطال أو ذهب دوري الأبطال. المصري اليوم قالت الأهلي يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا، الأحمر يفرض أسلوبه ويتعادل مع الأولاد في عقر دارهم، الشناوي رجل المباراة، فايلر تفوق على موسيماني. المسا قالت الأهلي خطاره وفرحنا بانتصاره، تعادل 1-1 مع صن داونز في بريتوريا وصعد للمربع الذهبي الأفريقي. كيك أوف قالت الأهلي ينهي مشوار صن داونز الأفريقي. صحيفة سوكر الجنوب أفريقية قالت رحلة فريق صن داونز في دوري أبطال أفريقيا انتهت عن طريق الأهلي. وصحيفة سيتيزن قالت السقوط على يد عملاق مصر. والصحيفة الهيرالد الجنوب أفريقية صن داونز فشل في تحقيق المعجزة. التلات عناوين الأخرانيين دول يا أستاذ إبراهيم يهموني جدا. أيوه. بيعكسوا قدر الاحترام الذي يشعر به الناس في جنوب افريقيا. ايوه. لان هم حضروا تتويج الاهلي بلقب القرن. ايوه. جنوب افريقيا. ايوه طبعا. وفي نفس الوقت كادت الهزيمه 5-0 او الفوز 5-0 على الاهلي تنسيهم مين الاهلي. ايوه. فلما يروح هناك طلع بقى طلعت الحاجات اللي ايه؟ اللي هي موجوده اصلا جواهم. صحيح. العملاق كانوا منتظرين معجزه اخرى لم تتحقق، كلها اشادات بالاهلي وقيمته. حاجه مهمه. بلغ الاهلي الدور نصف النهائي ومش جديده عليه. ومش بنحتفل بالتاهل. احنا بنحتفل بالاستمرار في السعي نحو استعاده اللقب. لانه الاهلي يوصل للسيمي فاينل دي للمرة 16. الأهلي يملك الرقم القياسي التاريخي في هذه البطولة في بلوغ نصف النهائي. 16 مرة الأهلي وصل للدور قبل النهائي. المفارقة إنه أول مرة كانت بأقدام رئيس النادي الأهلي الحالي. يعني إذا كان الكابتن محمود الخطيب بيرأس البعثة إلى بريتوريا ويتأهل الأهلي للمرة 16 للسيمي فاينل، فكانت المرة الأولى في العام 81 لما الأهلي وصل للمباراة قبل النهائية، لكن وقتها اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات حال دون استكمال الأهلي مشوار البطولة أمام جيتي زؤوزو الجزائري. كان أحسن أداء للأهلي في السنة دي. صحيح. كنا شعارين إن إحنا فارقين أو نتائجنا فرقة قوي عن أي فرقة في أفريقيا. بالظبط. الأهلي ابتداء من 81 زي ما قلت لكم دي المرة 16 اللي بيتأهل فيها، وتأهل مجددا إلى نصف نهائي البطولة. يعني في من ال 16 مرة أو ال 15 مرة اللي راح فيهم المباراة قبل النهائية نجح كمان إن هو يعدي للنهائي في 82 و83 و87 و88 و2001 و5 و6 و7 و8 و10 و12 و2013 و2017 و2018. الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بين أكثر الأندية الأفريقية تأهلا لنصف النهائي، كل واحد فيهم راح السيمي فاينل 12 مرة قبل كده.
لكن في مفارقات كتيرة جدا لعل أبرزها الأوائل خرجوا. دي نقطة كانت فارقة جدا. الأربعة اللي صعدوا التواني في مجموعاتهم، والأربعة اللي خرجوا الأوائل في مجموعاتهم. النقطة الثانية، وده درس كبير للأهلي في المباراة اللي جاية مع الوداد، إنه مفيش فريق قدر يعدل نتيجة الذهاب. نتيجة الذهاب هي اللي حكمت. ايوه، الناس رايحة بالظبط مرتاحة بالظبط، وكانت كلها 2-0 باستثناء الزمالك كان 3-1. كل اللي كسب 2-0 في ملعبه بره الأرض قدر يحافظ على فرصه. فالفوز 2-0 في مشوار زي كده مش سهل، مش قليل. بص، 2-0 اه احسن من 3-1 واحسن من 4-2. صحيح، لان بتدي لك اريحيه انك تستحمل جول. ايوه، وتستحمل الثاني وتروح لضربات الجزاء. ايوه، 3-1 خطورتها ان مفيش ضربات جزاء. في حد لازم يكسب. ايوه، يعني 1-0 تعديك، 2-0 تخرجك، الا 3-1 تخلي فيه ضربات جزاء الحاله الوحيده. غير كده مفيش ولا نتيجه ثانيه توصلك لضربات الجزاء. فانت لما بتيجي، انا عايز اقول ايه، 2-0 دي بتخليك تكتيكيا تقدر تفكر. اه طبعا، تفكر ازاي تحزم الماتش، ازاي تقضي على المفاتيح اللي قدامك، ازاي تبقى ما انتش بيتنازعك فكره انك انت عايز تجيب جون وتدافع في نفس الوقت. لا، انت الاول بتدافع. لما بتتلط جون بتبتدي تفكر في سيناريوهات اخرى. بالظبط، فانت بيبقى عندك لا في في بتدي لك ميزات تكتيكيه وميزات تنافسيه مهمه جدا. برضو المفارقات، انه لاول مره المربع الذهبي او قبل النهائي يكونوا من دولتين اتنين فقط، مصر والمغرب، دي لاول مره. وكمان نصف نهائي عربي، دي للمره الرابعه، وبيأكد على انه النهائي عربي عشان يكون ده للمره ال15. شمال افريقيا او عرب افريقيا فرضين سيطرتهم الكامله والقويه على دوري الابطال. مباراه الدور قبل النهائي، الوداد هيستضيف الاهلي 1 أو 2-5، لسه في وقت كافي. 1 أو 2-5 في الدار البيضاء، الاهلي والوداد. 7 أو 8 مايو، بعدها باسبوع على طول العوده في مصر، العوده في القاهره. وده نفس مواعيد الزمالك مع الرجاء في المغرب ايضا، والعوده 7 أو 8 في القاهره. اذا الوداد الوداد والرجاء ضد الاهلي والزمالك، سيمي فاينل مصري مغربي، ونهائي نامل ان شاء الله انه يكون مصري خالص باذن الله. لو حبينا نقارن بين الفرق الاربعه المتاهله، حصادهم دلوقتي ايه؟ الفرق الاربعه اللي موجوده، اهلي، وداد، زمالك، رجاء، الاربعه كلهم كانوا تواني في مجموعاتهم. لكن حلاق الاهلي لعب 12 مباراه، الاهلي الافضل حصادا في البطوله. الاهلي لعب 12 مباراه، سجل 29 جون. اولا فاز في 8 مباريات فهو الاكثر تحقيقا للفوز. كلهم لعبوا 12، الوداد كان اعفي من الدور التمهيدي فما شاركش في المباراتين بتوع الدور التمهيدي، فلعب 10 مباريات فقط. بس الاهلي كسب 8 مباريات من ال 12، الزمالك كسب 6 من ال 12، والرجاء كسب 6 من ال 12، والوداد كسب 5 من ال 10. هتلاقي الاهلي تعادل 3 مرات، الزمالك تعادل 3 مرات. الاهلي خسر ماتش، الزمالك خسر 3 مباريات، الرجاء والوداد كل واحد خسر مباراتين. الاهلي الاكثر تسجيلا للاهداف بين كل الفرق المتاهله، سجل 29 هدف، وهو الافضل دفاعا كمان، استقبل 5 اهداف بس. الزمالك سجل 23 واستقبل 8، الرجاء استقبل 11 وسجل 19، الوداد استقبل 8 وسجل 18. فارق الاهداف، الاهلي عنده 24 هدف نظيف، الزمالك عنده 15 هدف فقط، والرجاء 8 والوداد 10. عايزين نتوقف امام الارقام دي. اه، لان الحقيقه يعني احنا عشنا بالونه تم صناعتها باحكام
أو كذبة تم صناعتها بإحكام وكاد جمهور الأهلي والأهلوية يبتلعوها. الأهلي الإفريقي والأهلي المحلي. وفايرل الإفريقي وفايرل المحلي. أيوه. إيش لونكوا بقى؟ إيش قولكوا بقى؟ كيف حالك؟ النهارده الأهلي بالأرقام هو الأعلى في كل شيء. الأكثر فوزاً. طبعا الاقل بما انه الاكثر فوزا يبقى الاقل هزيمه. بالظبط. متعادل 3 وخسران 1. اقوى هجوم ب 29 جون، اقوى دفاع بخمس اهداف. صحيح. وبالتالي لما تشوف فارق الاهداف هو له 24، يليه الزمالك 15، يليه الرجاء 8، ثم الوداد. ده الاهلي اهدافه النظيفه 3 اضعاف الرجاء والوداد. يعني هو نظيفه 24، التنين نظيفهم 8. يعني كل الارقام يا استاذ ابراهيم دي بتخليني اقول لك ايه يا جماعه، بلاش كلام بقى الجمهورنا اكتر حاجه. بلاش والنبي نساعد الناس انها يعني تهيل التراب على انجازاتنا. احنا ماشيين كويس، مفيش حاجه جدا، مفيش حاجه اسمها محلي وافريقي، في حاجه اسمها ان انت استقبلت هزيمه بفعل فاعل فأول مباراة ليك، ولولاها كان سجلك بقى خالي من الهزائم. صحيح صحيح. فيعني خلينا نثق في فرقتنا، والتقييم مش بالربع ساعة وبالنص ساعة وبالهاف تايم وبالمباراة. خلينا نشوف حجم التطور اللي بيحصل في الفرقة، حجم الشغل الإداري والفني والدعم اللي بيحصل. وانت انت بتعمل ايه؟ انت بتدعم علشان تعمل تطور، بتأمل في هذا. طب ما حصلش بترجع، انت بتاخد بالاسباب، انت مش متوقف. صحيح. كل الفتره الجايه لازم لعبتنا دي تحس انها الاحسن في كل المراكز ان شاء الله. بلاش طيب. شغل اللوكلوك اللي هو مبني على انك مخدود وانت بتتفرج، فتقول كلمتين ما لهمش لازمه، ما انتش عارف دي بتعمل ايه في اللعيب بتاعك. النهارده كله بيقول لك يا سلام على ازارو بيعمل ايه. خلينا نعرف احنا عندنا افضل لاعبين في افريقيا. طيب الراي العلمي التحليلي في ترشيح مستوى الفرق الاربعه بالارقام، الدكتور احمد ثابت في قناه الاهلي قدم رؤيه تحليليه رقميه مهمه نشوفها. خلينا بقى نروح نتكلم عن الاربع فرق، والاربع فرق تاهلوا بالفعل الى الدور قبل النهائي في هذه البطوله. معانا في الاول معانا بقى مقارنه رقميه. اتفضل. مين اكتر فريق فيهم وصل نهائي، اكتر فريق اخذ بطوله، اكتر فريق وصل نص نهائي؟ هنستعرض الارقام دي مهمه جدا ونشوف حضرتك الفرق. طبعا النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي، وصل لنص النهائي 16 مره، للنهائي 12 مره، برضو الرقم الاعلى. حصل على اللقب الاكثر 8 بطولات، يبقى النادي الاهلي اكتر فريق وصل نص نهائي، اكتر فريق وصل نهائي، اكتر فريق حصل على اللقب. رقم 2 نادي الزمالك، وصل نص النهائي 10 مرات، وصل للنهائي 7 مرات، حصل على دوري ابطال افريقيا 5 مرات. طيب نادي الوداد المغربي اللي هيقابل النادي الاهلي، وصل لنص النهائي دي المره السادسه ليوصل نص نهائي فيها. وصل للنهائي كم مره؟ 4 مرات، حصل على اللقب مرتين. نادي الرجاء المغربي وصل للنص النهائي 4، دي المره الرابعه. وصل للنهائي كم مره؟ 4 مرات. اخذ البطوله كم مره؟ 3 مرات. يعني الرجاء اخذ دوري ابطال افريقيا اكتر من الوداد. الرجاء اخذ 3 مرات مباريات الذهاب، سواء النادي الاهلي، سواء نادي الزمالك، سواء نادي الوداد، سواء الرجاء. الاربع فرق اللي لعبوا مباريات الذهاب على ملعبهم صعدوا. فدي برضو بتغير فكره ايه، ان احنا كنا دايما بنقول ان بيلعب العوده بياخد افضليه على ملعبه، بدليل الكلام ده اتغير، ما عادش موجود في الكوره. الاربع فرق اللي لعبوا العوده على ملعبهم خرجوا. فدي الظاهره الثالثه. الظاهره الرابعه ودي استثناء النادي الاهلي، كل الفرق خسرت بره ارضها. كل الفرق، سواء بقى الترجي، سواء الوداد، سواء النجم، سواء الزمالك، كل الفرق ما عدا مين؟ ما عدا النادي الاهلي، النادي الوحيد في البطوله في دور الثمانيه اللي ما خسرش بره ملعبه. تمام. كان كله يعني كلهم خسروا 1-0 ما عدا النادي الاهلي، تعادل 1-1. وبالمناسبه ده اول تعادل لسان داونز على ملعبه في البطوله كمان. رقم مميز للنادي الاهلي ان سان داونز كسب كل المباريات، ده كان اول تعادل لسان داونز على ملعبه. طيب اهميه الارقام يا استاذ ابراهيم انها بتدي لك رؤيه موضوعيه.
لكن ما هياش بالضرورة تخليك تطلق الأحكام. يعني احنا رغم كل ده لا احنا متفوقين، ارقامنا احسن، هي تدلل على الاحكام، جدارتنا واضحة اكتر، لكن مش معنى كده ان دي هتحسم الامور لينا. لن يحسم الامر ليك الا عملك وتوفيقك واجتهادك، وانك تعيش على نفس فكرة التركيز، وانك تبقى خايف خوف المتفوق. انت بتطلع الاول على الجمهورية، عايز تخش الامتحان ما بتحافظ على هذه المكانة، فانت لازم تبقى خايف، بس مش الخايف الخوف اللي يشلك، لا، الخوف اللي يلهمك، الخوف اللي يحفزك، الخوف اللي ينبهك، اللي يخليك اكثر يقظة. فالارقام دي كلها زي ما قالها كده عشان ما عدهاش وراه تاني، بتدل على ان الاهلي هو المتفوق في كل شيء. هو يعني لو انت ماشي زي ما انت زي ما الجدول اللي احنا عملناه كده بندي نقط، هتجد الاهلي على قمه هذا الرباعي الذي تاهل الى السيمي فاينل. كل اللي نطلبه ايه؟ يفضل الاهلي عارف نقاط قوته نابعه من ايه؟ نابعه من اهتمامه وتركيزه واحترامه للمنافس. هي دي معايير التفوق التاريخيه للاهلي. احترم منافسك، احترم تاريخك، راعي جمهورك، ابذل كل اللي عليك. وانا اعتقد ما فيش حد هيعمل كل هذه المطالب الا وربنا هيوفقه طبعا. باذن الله يوفقه، لان عنده بقى العناصر الثانيه الرقميه. انت اخذت بالاسباب وعملت كل ده وخلقت الجو، لانه الحقيقه دايما وابدا صناعه المناخ الايجابي هي اللي بتنجح اي تجربه. اوعوا تكونوا فاهمين انه كل الناس اللي بتحاول تحدف طوبه على الفرقه وتحاول تثير اشاعات وكلام كتير قوي حوالين اللعيبه وحوالين الاداره وحوالين وحدة المجلس ووحدة الجهاز وعلاقة اللعيبة ببعضية وعلاقة اللعيبة بمدير الكرة، كل دي محاولات لإعاقة المناخ، لإفساد مناخ. تعالوا روحوا في بريتوريا شوفوا المناخ كان عامل إزاي. حد بيقول لي مع صفارة الحكم، حد من الصحفيين شاف الكابتن الخطيب سجد في المقصورة إحساسا. السفير قال كده، إحساسا، ده نقلا على السفير المصري بالظبط، إحساسا بقيمة ما تحقق وأهمية المباراة. عشان كده كان الملاحظ جدا انه كابتن الخطيب سبق البعثه في الوصول للفندق، وكان على في مقدمه الفندق في استقبال اللعيبه. انت متخيلين اللعيبه واللي بيستقبلهم في مدخل الفندق رئيس النادي عشان يشكرهم على حسن تمثيلهم للنادي الاهلي وعلى ان هم عملوا حاجه كويسه مطلوب ان هم يبنوا عليها، اللي المهندس عدلي قالها نقطه الانطلاق. الأجواء ديت قاعدة الانطلاق نحو استعادة البطولة بإذن الله. بس بصوا الأجواء وبصوا الاحترام وبصوا التقدير للعيبة وللي عملوه. هي دي صناعة المناخ يا جماعة، هو ده المناخ اللي يحقق بطولة، وهو ده المناخ اللي يخلي دايما وأبدا في حنو واحتضان للفرقة وفي حرص على اللعيبة كلها. علي معلم متخفي. وبص اللقطة بقى، أنت عمال تقول بص 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 اللقطة دي، بص أحمد فتحي أهو برضه هم هناك، يقول لك خلاف بين كابتن احمد فتحي واداره الاهلي وكابتن الخطيب وسعد عبد الحفيظ يعني كل التقدير لدور كابتن احمد فتحي طبعا طبعا، يعني احد كبار وعظام عظماء الاهلي على الدور المهم اللي عمله في هذه المباراه. بصوا بقى الاجواء والمناخ والعلاقه، العلاقه بين رئيس النادي واللعيبه، بين تقدير المجهود، بين الجهاز مع بعضه، هو ده اللي بيحقق الإيجاب وهو ده اللي بيحقق البطولات. حتى علاقات اللعيبة ببعضها يا باشمهندس، الحقيقة زميلنا فاروق صلاح تألق في الرحلة ديت، يعني عمل تغطية هو وفريق العمل اللي سافر معاه، بنحييهم عليها. هو كلمني قال لي أنا بس بكلم عشان أطمنك وأطمن الأستاذ إبراهيم إن أي ملاحظات بتقولوها لي أنا بخلي بالي منها، ويا ريت تولوني بملاحظاتكم على طول. لا الحقيقة قلت له لا، أنت يعني عملت اجتهاد بعثة من القناة خلت كل جمهور الاهلي حوالين شاشه الاهلي طوال فتره مؤكد. البطوله شوفوا بقى اجواء الفرقه في حته علاقات اللعيبه ببعضها. اليو ديانج واحد من اللعيبه اللي هيكون مهمين جدا في المرحله اللي جايه، وبدا يحط قدمه بقوه في نص الملعب.
قالوا ديانج بيتكلم في قناة الأهلي نشوفه. السلام عليكم دابور ا تولي فان. Vraiment, ça fait plaisir. Mon premier année, donc il y a pas mal de supporters qui me soutiennent. Donc ça fait vraiment plaisir et je dois continuer sur cette lancée. وبقول السلام عليكم كل الجماهير. هو سعيد جدا، دي اول سنه ليه مع النادي الاهلي وفي جماهير كتير بتسنده وبتشجعه، وهو سعيد بادائه وعايز يكمل على نفس الوتيره. بون لا كونفيونس اي لا سيكوريتي سي با موا سي الكوتش، دونك اي ما في كونفيونس، دونك اي جي في سي كي جو دو فير، دونك اي لافانتور كونتيني. والثقه والامان بتيجي من المدرب اللي هو بيديني الثقه ان اقدر العب بطريقتي في الملعب وادي احسن حاجه انا عندي، وان شاء الله المغامره تكمل ونكمل على نفس الاداء. وا ان تانك جوير دونك tu dois t'habituer à tous les systèmes، دونك c'est le coach qui demande، دونك s'il demande دونك tu dois être toujours à la hauteur de son appel، دونك c'est comme ça je suis avec lui. طبعا لازم اي لعيب كره قدم يتاقلم مع الخطه اللي بيحطها المدرب ويحاول يلعب ويدي افضل ما عنده. هو كلاعب كره قدم لازم يكون عنده ده، واي طريقه لعبه بيطلب منه المدرب يلعب فيها بشكل معين هو بيأديها وبيحاول يدي افضل ما عنده، وده اي لعيب كره قدم لازم يكون عنده الحته دي. وا ديجا جيت كونسنتري دونك j'attendais juste ma chance parce que là j'ai quitté un club je suis venu j'ai trouvé qu'il y avait un système en place et c'était le nouveau coach donc c'était pas facile qu'il change le système. Et je me suis profité des blessures donc il m'a fait appel et j'ai répondu à son. هو اهم حاجه ان هو ان كان مركز كويس جدا. هو جه من النادي جه هنا لقى في نظام موجود وفي لعيبه بتلعب، ففضل منتظر وكان مستني فرصه ما تجيله. اول ما الفرصه جات له يعني جاوب ايجابي في الملعب واثبت نفسه في الملعب واستغل الفرصه اللي جات له. وا بيان سور ديجا لا ميشن ايل اي ديجا كوني دونك سي لا ليغ دي شامبيون سيت اني سي سا في با مال داني كي et l'Al Ahly n'a pas pris la Ligue des Champions donc tout d'abord la priorité c'est la Ligue des Champions et on verra par la suite ce qui va se passer et on reste professionnel. طبعا الطموح الاكبر هو دوري رابطه الابطال الافريقيه، النادي بقاله كتير ما خدهاش والجماهير نفسها تحقق اللقب، فده الهدف الاساسي او ده الهدف الاسمى. بعد كده بقى هتيجي طبعا اهداف ثانيه مع مرور الوقت، بس دلوقتي بنركز في بطوله افريقيا مع الفريق. سي بيتيت بات ري et les trucs mélangés comme ça avec la sauce cochérie cochérie. هو بيقول في اكل حاجات كتير جدا في مصر، اطباق كتيره، بس في طبق مميز بيفتكره بناكله بعد ما نخلص المعسكر على طول، هو الكشري. بيقول هو عباره عن مكرونه ورز، فالكشري هو بيحب الكشري. J'ai chanté pour lui, il y avait une chanson mafia mafia. J'ai juste pris à l'envers c'est tout. بيقول غنى لهم اغنيه مافيا مافيا، غنى لهم امبارح. Tu peux la chanter maintenant؟ انا غني ديانج مافيا افشا جور و نوي دونك ان شاء الله اون فا فير سي كي الير دي ال ديمان ان شاء الله. بقول لحضرتك في ماتش الذهاب قدام سان داونز كان 70,000، اول مره اشوف العدد ده، والجمهور عمل يعني مولع الملعب، وكان سعيد جدا بمساندتهم، كان لهم دور كبير جدا في النتيجه، وبيطلب منهم ان هم يفضلوا يساندوا الفريق لغايه النهايه لان عشان نقدر نحقق لهم رغباتهم او امنياتهم كفريق. يعني الشخصيه موزونه، بيتكلم بصدق وببساطه، لكن قال نقطة مهمة جدا اللي هي الجمهور. أول مرة أشوف 70,000. هو هشوف أكتر من كده، وهشوف جمهور أكثر حماسا، جمهور الوداد. الوداد بيعمل دخلات وبيعمل بتاع، وجمهور معتاد على التردد على الملعب. ولذلك أتمنى في الدوري المحلي الفترة اللي جاية يبتدي تزيد أعداد الجماهير تدريجيا، عشان نبتدي بقى فعلا نرجع للايقاع الطبيعي والعلاقه الطبيعيه بين اللعيبه والجماهير. ودي احنا شفنا قد ايه جماهير يعني بدات تستوعب النظام وبدات تلتزم، وشفنا قد ايه الامن بقى اكثر تعاونا واكثر يعني عدم يعني بفوت الرفايع اللي ممكن تعمل مشاكل، طبله مش طبله الكلام ده. لكن احنا عايزين نقول، عايزين نرجع كرة القدم خلال شهرين الجايين دول لحد السيمي فاينل، عشان الأهلي والزمالك يستطيع ان هم يروحوا في اجواء طبيعية وبنفس السلاح اللي هيكون موجود في المغرب. الرجاء والوداد جماهيرهم
متحمسه جدا. صحيح. طيب اليو ديانج يبدو ان هو متزن رزين، ده في كلامه قدام الكاميرا. طب هو بيهزر بقى مع قفشه في الطياره، شوفوا، او هم حتى في اوضه اللبس بعد المباراه، نشوفهم مع بعض اليو وبادجي او اليو ديانج مع قفشه. فوزدو يعني مؤكد ان مثل هذه الاجواء هي اللي بتعمل العلاقات الطيبه وبتعمل التلاحم وتعمل ان الناس كلها تعيش على هدف واحد وقلب واحد. نتمنى أن واحتفلوا بعيد ميلاد قفشه على فكره. ايوه ايوه ما هو طبعا ما اؤكد انه كان اتقال له ان خلاص عيد ميلاد قفشه وكده. فهو يعني الحاجات دي مهمه، دي لقطه عيد الميلاد، احتفال بعيد ميلاد هو وسامي قمصان. وسامي قمصان، بص، قفشه واحد من اللعيبه المهمين جدا في الفتره اللي فاتت في تفكير ريني فايلر، بس ظروف المباراه ومقتضياتها دول مش قادر يستنوا الشام. ما اعتمدش عليه. شوفوا برضو ده عيد ميلاد الكابتن سامي قمصان ومحمد مجدي قفشه الاثنين مع بعض. قفشه بلقم كده بياكل المدرب المساعد بقه. اياكش يعني تفتكرني. هي دي الاجواء يا جماعه، وهي دي علاقه الحب بين اللعيبه مع بعضيها، وهي دي وحده الفرقه اللي اتحقق مكسب باذن الله تعالى. ده دايما اللي بيميز فرق النادي الاهلي باستمرار. يا رب يديم الفرحه يا رب. دي اجواء البطولات ودي روح الفريق. جونيور اجاي برضو لعيب مهم جدا، يعني حتى في الرحله وفي المباراه لا نضج جدا. تقل في الفريق. من اهم اللعيبه، راجل ذكي وعنده كل مقومات اللاعب المحترف يعني. طيب ادي اللعيبه بتغني لقفشه ولسامي قمصان. يعني اختزال دور اللاعب انه لازم يجيب جون او ما يغلطش غلطه، ده اختزال غير فني. يعني حتى الكلام اللي بيتردد على حسين الشحات لما تشوف كلام مستر فايلر، الراجل عمل لي اللي انا عايزه منه. بص، ريني فايلر يا باشمهندس في الاوقات الصعبه حب يعمل الباك المكرر. حسين الشحات وتحت منه محمد هاني، انت اخر ربع علي معلول فات. وتحت منه ايمن اشرف. أي. فانك انت كل اللي انا عايزه ودي له الكره لنص ملعب الخصم، وده اللي عمله وده اللي حصل ووصل وكاد ان يهدف. بالظبط. تختلف بقى في قرارات تقول له بصيها لا شوطها، دي ظروف ملعب. صحيح. لكن انما القيمه التكتيكيه والفنيه والمهاريه بتاعت اللاعب بتظهر في قدرته على ترجمه فلسفه المدرب في الملعب. فلسفة المدرب، انت بتقفل المحاور الطرفين بعد ما قفلت نص يعني الملعب. يعني انت كنت تفضل يعني سكرينة قوية في نص الملعب والطرفين مقفولين والراجل ما يخشش في المنطقة دي. صحيح. يعني صحيح. خلينا بس شوية كده عشان نبقى يعني واحنا بنفهم بره ندي للي بيفهم جوه حقه. كل التحية والتقدير للعيبة وللجهاز وريني فايلر اللي أبدع في هذه المباراة الحقيقة. جونيور أجاييه واحد من اللعيبة المبدعين المؤثرين جدا. زميلنا فاروق صلاح حب يختم الرحلة الجميلة بتاعته بحوار مهم مع جونيور أجاييه على الطيارة في رحلة العودة. نسمع جونيور أجاييه لقناة الأهلي ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف كتير من استوديوهات التحليل كيف رأت تأهل الأهلي لنصف النهائي. كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم وتغطية خاصة لكواليس بعثة النادي الأهلي في بريتوريا والعودة من جديد إلى أرض جمهورية مصر العربية. من داخل طائرة النادي الأهلي، الأهلي معي في هذه الأثناء أحد أفضل اللاعبين اللي تم ضمهم في فريق النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، واللعيب اللي دايما جماهير النادي الأهلي بتثق فيه، جونيور أجاييه. جونيور واحد من أفضل اللاعبين اللي تم انضمامه للنادي الأهلي، بيقدم مستويات اكثر من رائعه، جماهير النادي الاهلي دايما بتثق فيك، ده بيمثلك ايه؟ First I would like to appreciate the love and the support the fans has given me from the first time that I arrived at the club.
and it's a privilege for me to be among one of the favorites and the important players of the club. Every player is important because everyone has their duty to do so. I really appreciate the love and the support they have for me. وأول حاجة طبعاً بقدر الحب ده وسعيد بيه لأنه هو استقبلوني بحرارة شديدة من وقت ما جيت ومحتضنني وأنا سعيد بحب الجماهير ده وأي لعيب بيحتاج ده عشان يدي أكتر حاجة عنده أفضل حاجة عنده. جاي شايف حالة من يعني عايز نتكلم في المباراة الأولى هنا في القاهرة كان أجاي واحد من نجوم اللقاء وشفنا الهدف اللي صنعه العلي معلول وأدى لقاء أكثر من رائع. أعتقد نتيجة لقاء الذهاب وأدائك الجيد سهل علينا لقاء العودة. The first match in Cairo was a very important win for us, and all the players from the bench and the players outside was very supportive. And for me to have make assist in the match, it's a good thing for me and for the team. So I think at the end we are so happy to have the 2-0, the 2-0 in Cairo, and this gives us a lot of confidence in South Africa here. ولو طبعا الماتش الاولاني كان نتيجته مهمه جدا ومؤثره في الماتش الثاني، انا عملت اسيست في الماتش الاولاني بس ده بقى بفضل معين تعاون زمايلي معايا، والنتيجه كانت سعيد بالنتيجه 2-0 في ماتش الذهاب لان سهل لنا الامور في جنوب افريقيا لما لعبنا ماتش العوده. أجايه واحد من اللاعبين اللي بينسجم مع اي لعيب بيلعب جنبه، يعني بنشوفه وهو في راس الحربه بيبقى في انسجام ما بينه وما بين اي لعيب بيلعب تحتيه، وهو بيلعب كجناح بيبقى في انسجام كبير خاصه بينه وبين علي معلول. Yes, that is why we are a team, you understand? It's just the understanding, you know. You need to know your teammates, you need to know what they want and what they don't want in the game. So either I play as a striker or as a winger, it doesn't matter. It depends on the coach choice. So as a professional, I'm ready to play any position as long as the team has victory and the team keeps winning. This is my target. مهم جدا لاي لعيب انه ينسجم مع اللعيبه بتلعب جنبه، وده لازم زي كلاعب محترف العب في اي مكان يوظفني فيه المدرب سواء راس حربة او وينج، المفروض العب كويس لعيب محترف، واهم حاجه ان الفريق يكسب في الاخر، العب دوري في المكان اللي هلعب فيه في المركز اللي هلعب فيه ادي كويس وانجح فريق واحقق افضل نتائج. مستر فايلر دايما بيختص اجايب بعض التعليمات في الشق الهجومي لما اجايب يبقى راس حربة في النادي الاهلي وبيصنع الفريق دايما مع النادي الاهلي. Yes, I think I appreciate the coach for the opportunity he gave me and every other players. The coach has been very good to me. So, and the coach knows every one of us. You know which position we're good and which position we are better. So, if he asks me to play in the striking role, I think he has his reason. If he asks me to play the midfield or winger, I think he has his tactical reason. So, the coach knows us better. أفشى حبيبك. أفشى لعيب كبير. لعيب كبير. لعيب كبير. أفشى. عايز تقول إيه الأجاي؟ يعني أجاي واحد من اللعيبة اللي ما تحسوش غريب على النادي الأهلي، يعني في حالة حب انتماء ما بينه وما بين اللعيبة، انسجامه السريع مع النادي الأهلي. يا عم ده مش لعيب أجنبي ده من أرض اللواء. ده عايش جنب في نهاية وقنبرة وكفر عجيب وأرض اللواء. لا بتتكلم عربي احسن مني شويه يعني مش كتير شويه ايه ماي فريند عايز اقول ايه ها I speak English and translate. Okay, Afshar is a good player. He's a very important player, you know, and he's very effective in our team. فريق واحد من افضل اللعيبه في الفريق وواحد نشيط له دور كبير في الفريق. عايزين نساله قبل افشا ايه في هديه في عيد ميلاده؟ We give him a gift in Cairo, sure. بس جابوا له تورته على فكره. افشا حابب تقول ايه الاجاي؟ يعني اجاي واحد من اللعيبه اللي تلاقي جماهير النادي الاهلي بتحب اجاي، مرتبطه باجاي، بيصنع الفريق في توقيتات مهمه جدا. احب بقول له هو طبعا لعيب كبير مش محتاج ان انا اتكلم عليه. اجاي من لعيبه الكوره، لعيبه كويسه جدا ومن احسن الناس اللي بتلعب كوره، وانا بحب العب معاه طبعا وبحب العب معاه على طول، ودايما بتكلم معاه ان هو بيتكلم عربي كويس بس، فاتمنى له دايما ان هو دايما مستمر معانا ومبسوط معانا، وهو اخ لينا وهو عارف حاجه زي كده، يعني هو مش غريب وهو عارف حاجه زي كده في مصر يعني، واتمنى ان شاء الله دايما في تالق كده عشان ربنا يكرمه معانا ان شاء الله. الاكلات المصريه اللي انتوا اكلتوها الاجاي، ايه الاكلات المصريه او اللي هو بيحبها في مصر؟ الافوكاتو بالعسل قوي على طول، يشرب بعد التمرين افوكاتو بالعسل على طول، بس مش اكل ده شرب عصير، لكن اكل ما اعرفش ما جربتوش، بس هو بيحب الكشري. Which food do you like? Yes, kosher. Yes, very good. It's one of my best Egyptian food that I like. It's very good.
عايز اكلمه في نقطه يعني بالتحديد لاجاي. اجاي ممكن في بدايه اللقاء تبقى الكره معنداه، لكن اجاي بيبقى واحد من اللعيبه اللي بيعرف يدخل نفسه، بيعرف يدخل نفسه في الجيم بسرعه، يعني سريعا بيعرف يدخل نفسه في الجيم. لا ان جنرال ممكن الكره في بدايه الماتش تبقى معنده، تبقى معنداه، لكن بيعرف يدخل نفسه في الماتش كويس. Yes, this is all about concentration. You understand? The first minute does not determine the game. You have 90 minutes, and your first minute you should not. First, it's good to have a first touch, but when you don't have a first touch in the good first minute, you have to concentrate more in the game. So, if I have a bad first half, I try to in the second half to do more and to correct myself. موضوع التركيز أول بيبدأ الماتش ممكن بقاش مركز 100% زي بقية الماتش، بس هو بيقدر يرجع تاني، بيدخل في تركيزه، بيقدر يعني بأداءه بيتحسن يعني. مواجهة فريق الوداد في الدور نصف النهائي، وجماهير النادي الاهلي مستنيه منكم بطوله افريقيا، شايف المباراه ازاي وتوعي جماهير النادي الاهلي بايه؟ Yeah, we know. We know our next game against Wydad is going to be a tough one. We know because we played them. I think last three season in the Champions League and in the final. So we know it will be a more difficult than the game of Sunday. But we are ready. We are ready, and we'll make sure we'll make the fans proud with their support and with their love. في ماتش الوداد هيبقى صعب، احنا لعبناه قبل كده في النهائي من حوالي 3 سنين، ماتش هيبقى صعب علينا، بس احنا مستعدين وهنحاول نكون مع فخر لجماهيرنا ان شاء الله نحقق نتيجه كويسه قدام الوداد في السيمي فاينل. اشكرك يا جاي، وان شاء الله نبارك لك وانت شايل كاس البطوله. يو ويلكم، ان شاء الله وتراي ودو اول اور بيست اند وي ميك شور وي تيك ذا كوب ات ذا اند. ثانك يو. ان شاء الله نكسب الكاس باذن الله مع بعض. اهلا بحضراتكم من جديد. قدم الاهلي عرضا هو الافضل في هذا المشوار، حقق المراد، تاهل عن جداره. شفتوا حضراتكم الاجواء الداخليه الرائعه، وشفتوا المردود الصحفي في التعليق على المباراه. الحقيقه يعني كلها كانت ايجابيات، اجبرت المحللين ايضا ان ينظروا الى الجانب الايجابي في كل الامور. لكن مقاله الاستاذ حسن مستكاوي لمست في نقط مهمه جدا جدا جدا، وخصوصا الباراجراف الاولاني فيها اللي هيخليك تفرح بالاهلي. هو ده السفير فوق العاده، هو ده السفير فوق العاده لبلده ولوطنه ولكل محبيه، انك تلاقي هذه الاجواء الرائعه وهذه الاشاده الكامله وهذه التحيه من قبل جماهير جنوب افريقيا بعد خساره فريقها او فشله في التاهل. الكل يشجع الاهلي والكل يصفق للاعبيه. فيقول الاستاذ حسن المستكاوي في الشروق: كانت المباراه تقترب من نهايتها، وبينما جمهور الاهلي القليل باستاد لوكاس موريبي بمدينه بريتوريا يحتفل بالتاهل، كان جمهور سان داونز ايضا يرقص ويغني ويحتفل بكره القدم بغض النظر عن خروج فريقه من السباق. وبعد المباراه تبادل لاعبو الفريقين التحيه في روح رياضيه عاليه، وعقب ذلك جمع الكابتن محمود الخطيب اللاعبين والإداريين وتوجهوا لتحية لاعبي صن داونز والإداريين تقديرا لتلك الروح الرياضية. هكذا علمتنا الرياضة، وهكذا كان تصرف رئيس الأهلي مثاليا ورياضيا. مبروك التأهل للدور قبل النهائي بأداء قوي ومشرف في مباراة لكرة القدم بلا عنف، بلا صخب، بلا تصادم للأجساد. لعب الأهلي خارج الأرض بقوة وبشخصية وبشجاعة وبحكمة، وساعده على ذلك الأجواء الطبيعية. بص، لمثل هذه الأجواء تلعب كرة القدم. كل الناس مفيش مرارة. أيوه. وده يرجعك تاني لكلامي، هو إيه اللي بيجنن الجماهير؟ التحفيل. أنت لو رايح عشان تنظر إلى المباراة إنها مباراة انتقامية، أول ما هتخلص هتعمل زيك زي غيرك وتجري تستفز الجماهير اللي غلبتك خمسة قبل كده. إحنا الأهلي وتعمل لهم كده وتعمل لهم مش كده. واخد بالك؟ لكن الكابتن خطيب برقيه اللي كان في الملاعب طول عمره وفكره كقائد، هو نادي الأهلي بيعوز إيه من الرياضة وعايز يرسخ إيه؟ خد اللعيبة بسرعة، جري في مظهر راقي جدا وبتواضع جم عشان
يقول لهم برافو عليكم وهارد لك. اللي حصل ايه؟ الجمهور ما كانش متألم، كان فرحان بالمشهد بالود، وكان في دلائل يا استاذ ابراهيم بتقول ان الفرقتين دول عايشين لوحدهم في حته تانية. صحيح، احنا سافرنا مع بعض في طياره واحده، اجواء الطياره كان موسيماني عمال بشطاره كده ينتقل ويتجول ويضحك ويقول بين الاهلي وسان داونز، ما كانش فيه جو الجهامه وكل واحد يقول لفرقته اوعوا وبصوا الناحيه الثانيه لا. انت لما ده اللي بيشيل التوتر، انت لما ما بتلعب انا وانت لعبه وانا عارف ان انت في الاخر يا هتقول لي هارد لك يا انا هقول لك هارد لك، في واحد هيكسب. عمرك ما هتلعب معايا وانت نفسك تكسب، بس مش هتبقى متألم وانت بتخسر. القرف بقى هيبتدي. توقع القرف ده هو ابو الشرور، وكل من يساعد على هذه الاجواء عليه ان يراجع نفسه. انا مش هقول يتحاسب بقى، ما حدش هيحاسب حد خلاص، لكن يا جماعه بصوا هو احنا بنعمل ايه بكلمتنا كمسؤولين في الناس. يا بنخليهم يتحملوا الفوز بلا غرور ويتحملوا الهزيمه بدون انكسار او غل او غضبه او غضب، وكله بيروح بعد شويه مستمتع بالمباراه الرياضيه. نقدر نعمل كده يا جماعه؟ يلا والله يا جماعه يلا. كلام للجماهير، كلام للاعلام، كلام لقيادات الأندية. كرة القدم جعلت للمتعة، لذلك احنا عندنا عنوان هنناقشه، أم كلثوم وحدتنا هتعمل فينا الكورة. طيب، علشان كده ردة فعل لدى الجانب الجنوب أفريقي، موسيماني كيف نظر لفوز الأهلي ذهابا وإيابا، تأهله وإقصاء صن داونز؟ تحدث خالد علي منسق صن داونز لقناة الأهلي عن سر الضحكة اللي ظهرت في حفل القرعة، نشوف. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهيره، مبروك لمجلس إدارته، مبروك ليكو. النادي الأهلي استحق إن هو إنه يعدي للدور الثاني. النادي الأهلي كان موجود النهاردة بقوة، وكانت مفيدة جدا النادي الأهلي يجي بدري علشان يتعود على أجواء جنوب أفريقيا. فرقة زي ما قلنا صن داونز فرقة بتلعب كورة، المدرب قال إن احنا نتقابل في الوقت الغلط أو اتقابلنا في الوقت الغلط. بعض الناس دايما بتتكلم وبتقول تصريحات بيتسو موسيماني بتنيم النادي الأهلي وجماهيره، لا طبعا. وزي ما قلت لك دلوقتي، انتوا الناس كلها كانت بتكلمني وبتقول لي انت كنت بتضحك في القرعة، دلوقتي عرفت سر الضحكة؟ عايزين نعرف بقى سر الضحكة بتاعت القرعة. أنا بقول لك سر الضحكة إن احنا بقينا بره، هو ده اللي انا كنت خايف منه، هو ده اللي انا كنت متكلم فيه، علشان كده انا ما كنتش عايز نقابل الاهلي. الاهلي مش الفرقه اللي سنتين تخرجها من دور الثمانيه، مش ده الاهلي. ممكن صن داونز ما قدم عليه النهارده، بس خبرات واحترافيه لعيبه النادي الاهلي قدرت توصل المباراه للنادي الاهلي عايزه. بيتسو موسيماني كان بيقول انه مش عايز يفرض عليه اسلوب، فرض عليه النهارده اسلوب. النادي الاهلي كان موجود، كان ضيع فرص، صن داونز ما يذكرش ليه فرص واحده او اثنين، بس الاهلي كان متواجد والاهلي يستحق انه يصعد للدور الثاني، الدور قبل النهائي. انا قلت قبل كده بيتسو موسيماني ولاعيبته دايما عندهم النادي الاهلي التارجت بتاعهم، دايما لما بيقعد في التكنيكال ميتنج دايما بيتكلم عن النادي الاهلي، دايما بيقول النادي الاهلي، دايما بيقول لعيبته انتوا ما عملتوش حاجه، شوف لعيبه النادي الاهلي، شوف النجوم اللي على قميص النادي الاهلي. فعلشان توصل لده، ده مش من فراغ. علشان تبقى بطل القرن الافريقي، ده مش من فراغ. فرقه بتعرف دايما كلامه ايجابي على النادي الاهلي. النهارده وهو قال قبل كده انه انا لعبت النادي الاهلي في الوقت الغلط، كان كلامه صح، لعبت النادي الاهلي في الوقت الغلط فعلا، خرج في النهايه وخرج، ومبروك للنادي الاهلي. ارى هذا الكلام اهم ما قيله عن الاهلي وصن داونز، واهم ما يعكس حقائق كثيره غائبه عن الكثيرين اللي بيروحوا في سكه ان كره القدم اتعملت للتحفيل. هو ده بقى الجو اللي كان عايشه
قال لك موسوماني في 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 الغرف المغلقه كل كلامه التكتيكي حتى لما فيش مباراه مع الاهلي بيقول لهم التارجت بتاعنا لازم يكون نادي الاهلي، احنا ما عملناش حاجه. شوف لعيبته اللي عملوا، شوف عدد النجوم على حاجات كتيره ميسو. شوف عدد النجوم الكتيره دي وبيعملوا ايه باحترافيه، عامله شكلها ايه. اضطر في الاخر يعترف، احنا كنا بنضحك لان ايه ما كناش عايزين كده. لان في النهايه بيقول لك احنا فين، احنا خرجنا صحيح ولعبنا الاهلي في الوقت الغلط. يعني بيقول لك يعني اوكادي يقول لك يا ريتنا اتقابلنا في الفاينل مثلا. يعني هكذا ينظرون الى الاهلي وهكذا تظهر الحقائق. بس الاهلي يعمل اللي عليه، يجبر الناس كلها ها تتكلم عليه بهذا الاحترام. طيب الاهلي اخرج سان داونز، فمن تناديه البطوله؟ خالد علي منسق سان داونز يجيب. فايلر مدرب كويس ولكن في النادي الاهلي يعني فنيات. انت دلوقتي البطوله بتنادي النادي الاهلي، لو هنتكلم في حاجات في النادي الاهلي لازم تعيد ترتيبها، في نقاط ضعف في النادي الاهلي لازم المسؤولين او الجهاز الفني يشتغل عليها. انت دلوقتي خلاص انت هتلعب بنسبه 90% هتلعب الوداد، الوداد غير سان داونز. الوداد فريق نفس الفكر بتاعك. انت سان داونز انت في النهايه انت لعيب، ده لعيب محترف بيلعب كوره للكوره. انت هتروح بره فرقه عربيه تانية، احنا عارفين قد ايه الضغط الجمهوري، الضغط بتاع الجماهير قد ايه، نفسيا قد ايه احنا بنلعب على الـ على الـ على نفسيه بعض. فهي دي اللي هتفرق مع النادي الاهلي. احنا نبدا نتكلم من المباراه الجايه. هو مدرب كويس طبعا، ما فيش كلام ما فيش نقاش، مدرب كويس انه يقدر يوصل واخد العلامه الكامله في الدوري المصري وواصل دور قبل النهائي، اكيد مدرب كويس. في شويه حاجات لازم تتظبط وان شاء الله النادي الاهلي ياخد البطوله ان شاء الله. النهايه النادي الاهلي وصل، النادي الاهلي خلص في القاهره النهارده كان ممكن حاجه، بس ما شفناش سان داونز لعب. خلينا ندي كل حقه، النادي الاهلي لعب، النادي الاهلي وصل، النادي الاهلي عمل نتيجه ايجابيه مع سان داونز، ان شاء الله يعمل ايجابيه مع الوداد، وان شاء الله يا رب يوصل للنهائي، وان شاء الله البطوله تكون حمراء، ونبارك لكم ان شاء الله على النجمه التاسعه ان شاء الله. بس ما تقولناش السنه الجايه بقى والقرعه وترجعوا تاني تقولوا لي بتضحك وما بتضحكش. انا بيعجبني لما بتتكلم بالقلب الاهلاوي. طبعا انا كنت النهارده مع كنت جنب الكابتن طارق وطارق قنديل والكابتن سمير عدلي، فالشوط الثاني قعدت بينهم هم الاثنين، فكل شويه اقوم قلت لهم يا جماعه والله الماتش 1-1 خالص في بدايه الشوط الثاني خالص، اهدوا ما تعصبونيش وما تعصبوش نفسكم. ففي الاخر خلاص مبروك، يعني هي دي الروح الرياضيه، دي كوره في النهايه، دي مباراه كره قدم. الروح الرياضية هي اللي بانت وهي اللي سادت بين فرقتين بين جمهورين. يا رب نستفاد من التجربة دي، يا رب نستفاد في ملاعبنا، يا رب نستفاد في الدوري بتاعنا، يا رب نستفاد في المستقبل في الحاجات اللي احنا شفناها من فرقة محترفة ان شاء الله. وتكمل ويبقى العلاقات دايما هي اللي بين الأندية. هنتقابل السنة دي وهتقابل السنة الجاية. الراجل ده يا جماعة مش سهل، راجل فاهم صحيح محترف، لمس نقطة مهمة جدا 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 وقالها بطريقته، وهي أصدق ما يمكن أن يقال عن مباراة الأهلي والوداد. قال لك أنت مش هتقابل فرقة سان داونز دي لعيبة كرة محترفة بتستمتع بكرة القدم، فأنت ما عشتش أجواء الضغط والحساسيات العقلية العربية بقى، الحساسيات الجماهيرية والحساسيات. أنت هتلاعب ثقافة مشابهة لثقافتك، أيوه. هتلاعب أجواء حافظة بعضها صحيح. هتلاعب جماهير، تلاعب حساسيات عربية، جماهير عمالة تكلم بعضها على السوشيال ميديا على طول. وهتلاقي ناس بتتدخل لإفساد هذه العلاقة وتوتير هذه الأجواء. فهو لمس نقطة مهمة جدا وقال إن الأهلي عليه أن يعمل من الآن إنه هيلعب في أجواء مختلفة ويعمل حسابه على كده. لكن هو راجل، وأنت بتقول لي إن عنده شركة تحليل أداء في جنوب أفريقيا، مدياله هذا العمق وهذه صحيح. هذه الرؤية الناضجة، وما بيتكلم حلو، وهو أهلاوي صحيح. فنتمنى انه نخلي بالنا من الكلام اللي قاله. طيب ريني فايلر رجل هذه المهمه الكبيره، كابتن وائل جمعه له راي في اداء فايلر لهذه المباراه. وائل جمعه كتير لما كان بيبدي ملاحظات طوال مشوار الاهلي في البطوله، كيف راى الصخره ما فعله ريني فايلر في المباراه؟
يعني فايلر مع بدايه البطوله الافريقيه لم يكن مقنعا خصوصا في المباراه خارج ملعبه. ترى انه مع نهايه دوري المجموعات من اول مباراه الهلال ثم بعد ذلك مباراه صن داونز في القاهره واليوم واضح انه بدا يتعامل ويعرف كيف يتعامل مع المباريات الافريقيه، وايضا هناك تحسن كبير في شخصيه لاعبي الاهلي، كانوا مفتقدين للشخصيه في مثل هذه المباراه الكبيره. كان انا اشوف ان مباراه صن داونز في القاهره كان ليها دور مهم جدا جدا في التأثير على شخصية فايلر يا والعريق. إحساسه بجمهور النادي الأهلي والمنظر اللي شافه ما كانش بيشوفه من أول ما جه مصر وتعامل عمره ما شاف المنظر والتشجيع الحماسي ده يغير في شخصية مدرب. إنما هو من البداية للأمانة لا أنا مش معاك في الكلمة اللي قلتها بداية البطولة، بداية البطولة الهزيمة اللي حصلت قدام النجم الساحلي فاكرين طبعا الطرد اللي حصل. لا الأداء كابتن، إنما الأداء كان غير مقنع. الراجل بيشتغل أنا زي ما قلت لك الأسود اللي فات ما ينفعش أفرق بينه إدارته لمباريات في الدوري المحلي ومباريات في بطولة البطولة الأفريقية. في الدوري في البطولة الأفريقية عمل أداء جيد، بقول لك ب 10 لاعبين قدام النجم الساحلي، عمل أداء جيد قدام الهلال السوداني بره ملعبه مع بلاتينيوم. بلاتينيوم كان ليه ظروف خاصه، ما انا مش هحكم من مباراه او مباراتين يعني، انما اجمالي الفتره اللي اشتغل فيها انا اشوف انه مقدم شغل جيد جدا. انا اللعيبه مسيطر على اللعيبه بشكل ممتاز، مسيطر على الفريق، ودي كانت نقطه سلبيه للمدربين اللي فاتوا كلهم. اغلب المدربين اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي كنت احسهم يا كابتن نبيل ان هم فرحانين ان هم فرحانين ان هم موجودين في النادي الاهلي. مش هنقص عليك في حاجه، انت تعرف الاهلي اكثر مني واحمد ممكن اكثر مني. السيطرة على الفريق إدارة الأهلي هي اللي ساعدته على السيطرة الفريق. كابتن نبيل الخمس سنين المدربين اللي فاتوا كانوا موجودين مع إدارة الأهلي دي كانوا موجودين. المشكل ما كانش أكثر منه معناها انضباطي، يعني كان مشكل فني تكتيكي تحسه طبعا مع المدربين اللي فاتوا فني تكتيكي. عشان كده عمرنا ما شفنا راجل كويس مشكلة انضباط موجودة في الأهلي. لا 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 يعني أنا دي من ضمن النقاط يا أحمد، يعني خاصة موضوع كهربا اللي كنا هنتكلم فيه. صح. موضوع كهربا مدرب تاني يقول لك أنا محتاج كهربا جدا. هو النادي الاهلي لما اعلن ايقاف كهرباء ايقافه ايه؟ المدرب بوجهه نظر فنيه ما اعلنش ايقافه انضباط، لان يعني النادي الاهلي فيه ثوابت معينه. الخلاف الوحيد بين كابتن نبيل معلول والكابتن وائل جمعه هو الانضباط جاي من الاداره ولا جاي من المدرب؟ لا هو جاي من الاثنين، لان المدرب وجد المناخ الذي يسمح له بهذه السياسه، بل بالعكس وبيطالبوا بيها، فهو بشخصيته ودي النقطه المهمه. ولذلك الناس تقول لك جوسيه لقى نفسه في الاهلي، ايوه لان لا اداره كما يتمناه هو. نفس الشيء بالنسبه لفايلر، والاهلي كمان وجد المدرب الذي يتمنى انه يكون عنده هذه النزعه التربويه والسيطره والشخصيه والذي يجمع بين انه اللعيبه تحبه وتخاف منه. صحيح. فهي الكومبينيشن ده التوليفه دي هي اللي بتعمل النجاح في مناخ الكره في النادي الاهلي. الاثنين صح، يعني كابتن نبيل صح، كابتن وائل صح، لكن في النهايه ان احنا عندنا التوليفه دي دلوقتي. صحيح. رينيه فايلر في المؤتمر الصحفي قال جمله مهمه جدا نقف عندها عشان نستكشف شخصيه هذا الرجل. C'est toujours important hein, pour notre pays hein, qu'on a des clubs qui sont très avec beaucoup de, qui jouent avec beaucoup de succès et pour notre pays ça c'est une grande chance hein, si on a deux équipes maintenant entre les dernières quatre équipes et oui bien sûr on a besoin aussi des compétitions et ça on a mais il faut faire notre boulot d'abord tout et d'abord tout je suis content pour nous-mêmes qu'on a gagné ce match-là. هو السؤال بيسأله بيقول لي الزمالك كسب امبارح والنهارده الاهلي كسب ودلوقتي الفرقتين في الدور قبل النهائي، يا ترى ده بيبين فيه هيمنه مصريه للفرق المصريه القادمه على الساحه الافريقيه اكتر من الاول؟ فبيقول حاجه زي كده، وبيقول حتى بيقول بلدي، بيستخدم كلمه بلدي، ان الفرقتين من بلدي يوصلوا الدور قبل النهائي حاجه كويسه جدا، وده شيء طبعا يشرف في كره القدم المصريه. بس احنا قبل اي حاجه احنا عملنا شغلنا ونرجع يعني كنا منافسين جيدين وعملنا شغلنا وحققنا الفوز عشان نوصل للدور ده. بس حاجه زي كده جنرال بتعكس ان الكره المصريه فيها تقدم، وحاجه زي كده بتساعده. يا جماعه هو صعب يا استاذ ابراهيم نبقى كده؟ صعب ان المناخ الكره كده؟ الراجل بيقول بلدي وصل منها فرقتين، بلدي وصل منها فرقتين مصريين
دي حاجة كويسة جدا للكرة المصرية وتشرف الكرة المصرية. ما قالش بقى أي كلام تاني بيتحدى بيه الفريق المنافس ولا حاجة من دي. صعبة دي في إيه؟ لو عملناها كلنا متخيلين السعادة اللي هيبقى فيها الشعب المصري. طيب ريني فايلر قال لك فريقتين من بلدي وده شيء يسعده جدا، وبلده اللي هو بيعمل فيها دلوقت. هل ده اختلف على ان احنا قلناه الاسبوع الحلقه الماضيه على فكره واحنا بنقفل كل التمنيات للزمالك، كل التمنيات لبيراميدز والمصري مع الاهلي في البطوله، يطلع حد يقول ان احنا جبنا صحفي تونسي او لاعب سابق من الترجي على التليفون هاجم الزمالك او انتقد اداء الزمالك او قال الزمالك بيكسب بالتحكيم؟ كتير عايزين يعملوا كده. لا، لما ينسب ده البرنامج، هو احنا طلعنا في السر؟ هو ملك وكتابه ده برنامج خفي؟ يا اخي بقينا على من ادعى، هات لي اذا كان ملك وكتابه ارتكب خطيئه زي اللي انت بتقولها. لا يمكن ده يحصل، لا يمكن ان احنا نسمح ان احنا نجيب منافس لنادي الزمالك تونسي عشان يطلع يشكك في الزمالك او فوزه، لا يمكن يحدث. فانتوا بتجيبوا الكلام ده منين بجد؟ ويطلع ينسب ده انه ملك وكتابه اللي عمل كده. المهندس عادل القيعي قال، انتوا يعني الكلام ده ايه؟ طب فين الراجل التونسي ده؟ جه في المنام يعني ولا جه فين؟ ده احنا بنسعد جدا انه كل الفرق المصريه بتتقدم لاطول خطوه ممكنه في البطولات الافريقيه. هو احنا مهمومين بايه يا استاذ ابراهيم؟ وسعداء انه حتى نهد الجو. واحد راجل اجنبي مدرب سويسري احساسه بالاهلي وانتمائه لعمله يخليه بيقدر جدا، قال لك اتنين من بلدي وصلوا للسيمي فاينل. دي من دواعي السعاده ومن دواعي ايضا الارتياح للكره المصريه ان انت على الطريق الصحيح. فارجوكوا قليل من العقل شويه. مصداقيه؟ لا، عقل ايه؟ المصداقيه يا استاذ ابراهيم، ما تيجي تتهم الناس بما لم يحدث عشان واحنا يبقى بالعكس. يعني احنا ماشيين في تيار مش ورا، مش هنستدرج لاي حاجه. لا مش هنستدرج، لان احنا بقى ايه حاسين برسالتنا قوي. طبعا اللي عايز يشاركنا فيها هنسعد، اللي عايز يمشي هو في تيار الكراهيه اللي هو انتهجه وفاكر انه وصل من خلاله الى مكانه معينه، خليك شوف مزيد من الدم ومزيد من الاحتقان واسعد بهذا. لكن احنا هنظل بنقول ان الرياضه جعلت لانها تكون مصدر سعاده، مصدر تقارب ومصدر بهجه. البيت الواحد بيبقى فيه الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلاوي والترسناوي، يبقى كله لازم يروح بيته مش شايل هم. طيب كابتن نبيل معلول في بي ان شايف فوز الاهلي وما فعله ريني فايلر ازاي؟ في النهايه شعرنا ان الاهلي قادر ان يتاهل، حتى مع ضغط صن داونز في الشوط الثاني تشعر ان الاهلي خلاص قادر ان يقتلع بطاقه التاهل، وبالفعل استحق هذه النقطه. مبروك للاهلي، مبروك للرجاء، تاهلوا متاعهم. اصحاب المراكز الاولى الثلاثه خرجوا حاليا، يعني ترجي خرج اليوم، شاهدنا مازنبي خرج وصن داونز خرج، ثلاثه فرق هذه واللي كانوا في المراكز الثانيه هما اللي تاهلوا. يعني حتى ارضك وماش ارضك، راهو دائما هذا الكلام ياكدوا في الكلام اللي كنت نقول فيه، ما عندهاش قيمه كبيره تلعب المباراه الاولى على ارضك والثانيه على ارضك، اهم شيء تعرف دائما كيفاش تلعب توازن. اليوم يعني قلت لك انا متفائل قبل المباراه واكدنا لما شفت التشكيله، لكن انا مش نوافقك من ناحيه اخرى، لانه في الشوط الثاني ممكن خوفت انا شويه نوعا ما من ناحيه، خاصه في التغيير اللي جاب بدري شويه، التغيير الاخير في الدقيقه 70 كنت متخوف انا. صح. خاصه لما اصيب علي معلول شويه قلت خفت انه الفريق، تشوف في كره القدم العصريه الحاليه لازم التغيير الاخير يقعد للخمسه سبعه دقائق الاخيره للكرت للاصابه، الا اذا كان انت مضطر. اذا كان معناه اصيب لك لاعب ثالث وانت مضطر ممكن تعمل تغيير ثالث، لكن تعمل تغيير ثالث وانت عندك لاعب تحت تهديد الكرت الثاني. صح. تغييراته كانت متميزه، تغييرات متميزه الاول والثاني، يعني دخل احمد فتحي الخط وسط الميدان، دخل لاعب معناه فريش محمد هاني، شفناه كيفاش تقريبا يعني متخلى خذا الاسبقيه المعنويه، ما عادش فما خطوره في الجهه اليسرى اللي كانت متواجده، تقريبا ما عادش فما كرات في الظهر، يعني لاعب سريع جدا عرف كيفاش يوقف الخطوره اللي كانت عند جواني ولاعب لانجرمان اللي دخل في الشوط الثاني مكان ليبوزا. خط وسط الميدان
تربط اكثر البعضها. شاهدنا احمد فتحي يساند في خط وسط الميدان، وشوفوا لما الكره تتحول على الاطراف باش يكون فما كروس، يولي تقريبا كمدافع ثالث في نفس الخط مع رامي ربيعه وياسر ابراهيم. خبره كبيره، وهذا اللي الشيء معناها اللي نوهنا عليه بين الشوطين بالنسبه للاهلي، يعني ما عادش فما كل الخطوط المفتوحه اللي لعب فيها. ثم الفريق سان داونز نزل في الشوط الثاني من ناحيه بدنيه، كل ما قربنا تقريبا من نهايه المباراه كل ما الاهلي هو اللي اصبح يحكم في الريتم، رغم انه فما سيطره فما امتلاك للكره، لكن امتلاك للكره سلبي ماهوش ايجابي، بدون خطور على الحارس الشناوي اللي كما قال وائل هو كان رجل المباراه. يعني كلام كابتن نبيل طبعا بيقول لك كنا خايفين وكنت خايف وجميل صحيح. يعني بس انا في لعيب الحقيقه كنت عايز ياخد حقه اكتر من كده في المباراه دي، جيرالدو عمل دور تكتيكي رائع جدا. جيرالدو الشناوي رجل المباراه ويستحق. الشناوي انت متعود عليه وبياخد حقه وكل الناس مشاور عليه، ديانج بياخد حقه كل الناس مشاوره عليه، انما جيرالدو حقيقي ما حدش واخد باله ان الراجل ده ساعات مش ضروري يبقى النموذج اللي في ذهني، لكن هو عنده ميزات وسرعات وتفاني والتزام تكتيكي صحيح. يعني المدرب عايز حد زي كده ساعات صحيح، بيبقى حل من الحلول المبهره. يعني هو كان مؤثر جدا في الماتش ده. طيب استوديوهات التحليل المصريه، وبالمناسبه ألف مليون سلامة على الفنان عماد متعب. عماد متعب واحد من نجوم تصور عمال افتكر ايه اللي فايتنا الكرة المصرية الكبار. ألف ألف سلامة عليه، كان مر بوعكة صحية والنهاردة عرفت انه خرج من المستشفى ورجع لبيته بألف سلامة. إن شاء الله ربنا يتم له الشفاء ويرجع لاستوديوهات التحليل يتألق من جديد، كما أيضا نتمنى الشفاء العاجل لزميلنا العزيز الكابتن عبد الحميد حسن ميدو، كان دخل المستشفى عمل قسطرة في القلب والنهاردة اطمنت عليه من اسرته قالوا الحمد لله بقى احسن شويه. نتمنى الميدو يرجع بقوته ان شاء الله، وعماد متعب يرجع يتالق في استوديوهات التحليل بجانب وليد صلاح الدين امير المحللين اللي هنشوف رايه في اون تايم. بص يعني خلينا نتفق على ثوابت كده ماشي. دايما المدربين افكار انت بتحط فكرتك، اللي بيفرق في الفكره دي هل انت معود اللعيبه عليها ولا لا، هل انت ممرن اللعيبه عليها ولا لا، هل انت حاطط سيستم هتشتغل بيه ولا لا، ولا انا بعمل الفكره بدون ما تبقى اللعيبه حافظه هي هتعمل ايه. النهارده فكره وكلنا اتفاجئنا، الفرق الكبيره ما بتغيرش طريقتها كتير صحيح. مستر فايلر اول مره يغير الطريق، هو على طول 4-2-3-1 حتى في النجم الساحلي في تونس. ايوه 4-2-3-1. النهارده المباراه الاولى انه يلعب بدون بلاي ميكر، لعب 4-3-3 اوكي فكره كويسه وليها مشتقات. يعني هو حاطط ثلاثه بيمتازوا بالجانب الدفاعي، محمود متولي قدام رامي ربيعه وقدام ياسر ابراهيم، وعلى يمينه ديانج وعلى شماله السوليه، الاثنين بياخدوا مهام هجوميه خصوصا ديانج بياخد مهام هجوميه كبيره النهارده، ولكن هو حاطط ثلاثه ديفندر، لكن الثلاثه اللي قدام قدراتهم الهجوميه قويه جدا. واحد من اسرع اللعيبه اللي موجوده في الدوري جيرالدو، زائد اثنين رؤوس حربه، وانا كنت معاك وقلت ان المفروض اليو باجي يبتدي، وبالفعل لعب بباجي ولعب اجايه، فبالتالي هو عوض حته الثلاثه بان الثلاثه اللي قدام قدراتهم الهجوميه كبيره. خليني اقول لك ان من وجهه نظري الشوط الاول كل احداثه نقط فاصله. بمعنى ايه؟ اول كوره يصدها الشناوي في الدقيقه 2 دي نقطه فاصله في المباراه، لان احنا في الاخر ان الكوره دي لو دخلت جون الكلام كله هيتغير صحيح، وهتبتدي انت تروح لفكره ان الراجل امن زياده عن اللزوم ولعب دفاع زياده عن اللزوم. الهدف اللي احنا جبناه نقطه فاصله مليون في الميه. أنا موافق تماما إن دي كانت نقاط فاصلة، وموافق تماما إن احنا دائما أسلوبنا في التحليل وتوجهنا في التحليل مرتبط طبعا بالنتائج. كان هيبقى كلام مختلف زي ما هو قال، بس أنا يعني كويس إن هو ذكر جيرالدو لأنه فعلا كان له دور مهم جدا.
موضوع الكابتن عماد متعب، يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا طول الوقت انا شوف انا عمال افكر من الصبح هو وميدو نعمل ايه، ونسيت اقول لك كان ممكن نعمل تليفونات، وبعدين فكرت عشان نطمن الناس عليه ان لا هم محتاجين للراحه اكتر ما محتاجين ان احنا نتواصل معاهم او معاصرهم دلوقتي. لكن نتمنى ان احنا في اسرع وقت كابتن متعب، كابتن ميدو، يعني ربنا يديهم الصحه، وعشان فرحتنا تكتمل، نجوم كبار جدا يعني. صحيح. طيب كابتن وليد صلاح اشار الى دور اليو بادجي، والحقيقه يعني ريني فايلر في تعامله مع المباراه سواء في اختيار التشكيل او في التغييرات لا يتسقف له من هنا لبكره، لانه حتى في التغييرات لما يقفل المحورين الجانبيين باتنين مكررين بعد ما قفل نص الملعب، لا ده كده خلاص قفل الليله خالص. اليو بادجي تحديدا كان دوره صن داونز اكتر حاجه بيبدا بيها انه بيبدا الكره من تحت، بيباصي وبيبدا الهجمه بالراحه شويه وبارتياح، فان هو يختار اليو بادجي بمهمه انه يفضل بقوته البدنيه وبسرعاته العاليه ضغط على المدافعين باستمرار، حارمهم من ان هم يبداوا البدايه الصحيحه من تحت، فباستمرار كان بيلجأوا للكرة الطولية. بادجي كان من العناصر المهمة جدا، مزيد من الصبر، مزيد من الدفع بيه، مزيد من الاهتمام، ومزيد من الدعم الجماهيري. لا هنشوف بإذن الله مهاجم كما أراد وكما رغب الأهلي. بما أنك ذكرت بادجي وتفسيري أنا أنه يبدأ بيه المباراة من أول دقيقة، أنه هو بيلعب الساعة 3 في أجواء إفريقية بالظبط، فوق سطح الارض، درجه رطوبه وحراره، فلا يفل الحديد الا الحديد. فقال لك الاربعه اصحاب البشره السمراء اللي واخدين على هذه الاجواء وهذا التوقيتات لازم يكونوا في الملعب اول فكر، ودول بيمثلوا 40% من الفرقه. صحيح. 40% موجودين في الرئات اللي انت في الاجواء دي والملاعب دي، ما هو انت الوسط والهجوم هي دي الرئه، انك انت اما تستلم تقدر تسلم حد. صحيح. يبتدي، ولذلك انا بقول لك كان جيرالدو عامل دور مهم، ديانج عامل دور مهم، أجاي عامل دور مهم، وبادجي حتى ما تلخصش اللي انت توقعك ان تستنى يجيب لك جول. انما شوف حجم الانرجي، حجم الطاقه اللي اظهره في الملعب، والضغط والجري والتحرك، هو ده اللي كان مستر فايلر عايزه بالظبط. طيب في تناغم من الوسائط الاعلاميه للاهلي، المركز الاعلامي للنادي والاهلي ديجيتال الحياه، كاميرا المركز الإعلامي كانت على الطيارة مع أليو بادجي بعد عودته مع الأهلي وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي، نشوف والأول مرة ربما تسمعوا أليو بادجي يتحدث. أنا بشكرك جدا على تهنئتك لينا في مباراة امبارح، وطبعا أحب أقول أني أنا فخور جدا أن أنا بلعب في بطولة أكبر بطولة في أفريقيا، ويزيدني فخر طبعا انا بلعب في اكبر نادي في افريقيا، نادي زي نادي الاهلي، ودلوقتي كل تركيزي وعناية على الفاينل، واتمنى ان انا اقدر اضيف تايتل جديد وبطوله جديده للاهلي وانا لاعب من صفوف نادي الاهلي. انا طبعا احب اقول ان انا استمتعت جدا ان انا لعبت اساسي في هذه المباراه، مع اني انا بس عرفت ان انا ما كنتش اعرف قبل الفطار اذا كان انا هلعب اساسي او هلعب احتياطي. بعد الافطار انا عرفت ان انا هلعب اساسي، ودي حاجه كنت فخور بها جدا. بالنسبه للاستعدادات، انا كلاعب محترف ببقى على طول مستعد ان انا العب في اي ماتش اذا كان اساسي او احتياطي، ببقى مجهز نفسي ان انا العب في الماتش. مع العلم ان انا كان في شهر 12 شهر ديسمبر كنت في اجازه في عطله، فكان عندي برضو فتره انا ما لعبتش فيها، ورجعت شهر 2 بس متهيالي انا، وأأمل ان دي تفتح لي الفرص ان انا العب اساسي في ماتشات الجايه. الماتش كان صعب، ما كانش ماتش سهل، واتمنى ان انا اديت الاداء اللي انا استحق ان انا العب فرص ثانيه جديده مع الاهلي كاساسي. وزي ما بقول انا، احنا عنينا دلوقتي على الفاينل، واتمنى ان انا اكون جزء من الفريق الاساسي في الفاينل.
بعد المباراة مستر فايلر هنأني على المباراة، ما كانش في أي تعليق بالسلب أو بالإيجاب، بس هو هنأني زي ما هني الفرقة كلها. بالنسبة للكرة اللي هي اللي جات لي وكانت فرصة لي أن أنا أسجل في الماتش ده، للأسف الكرة أما وصلت لي كانت مرتفعة عن الأرض شوية، وحاولت أن أنا أسيطر عليها، بس كان مدافع فريق سان داونز قريب مني وقدر أن هو يخرجها بره الملعب. أنا على طول بحاول أن أنا أشتغل على نفسي أن أنا أبقى أدي أداء أحسن، بس زي ما احنا كلنا عارفين في كرة القدم ساعات بيبقى الجون مفتوح وبرضو ممكن الكرة تطلع برة، بس زي ما قلت قبل كده ان وجودي كلاعب اساسي في الماتش ده، وماتش انا عارف ماتش ما كانش سهل، بيفتح لي الفرص وبيديني ثقة في نفسي اكتر ان انا اشتغل على نفسي اكتر، اللي بيها ابقى موجود كلاعب اساسي في نادي الاهلي وأقدر أن أنا أعطي أكتر النادي الأهلي وأثبت نفسي مع النادي الأهلي. أنا شايف أن الأهلي فرصته أكتر من 70% في الفوز باللقب والبطولة، خاصة أن إحنا منبص لفريق زي الأهلي مقارنة بالثلاث فنين. الحاجة الثانية اللي أنا برضو شايفها أن الأهلي في مباراة الدوري بالكامل ما خسرش إلا قدام الزمالك، وحتى الخسارة كانت بضربات الترجيح، فأنا شايف أن فرصة الأهلي أن هو يتفوق على الفرقة السكان اللي هتقابله دلوقتي فرقة الوداد دي فرصة كبيرة جدا، وإحنا تقريبا 70% أقرب للحصول على اللقب، وكنادي كان زي نادي الأهلي نادي كبير أنا أعتقد أن هو يقدر يوصل للنهائي. طبعا وجودي في نادي كبير زي النادي الأهلي، نادي كبير بقصصه، نادي كبير بتاريخه، نادي كبير بجمهوره، نادي كبير بكل شعبيته اللي بتلتف حواليه، أنا شايف أن دي حاجة كبيرة جدا ومهمة جدا بالنسبة لي في مشواري مع النادي الأهلي، وأنا فخور أن أنا بقى موجود مع النادي الأهلي وأكمل معايا مشواري. طبعا أنا لسه ما عرفتش اللعيبة كويس لأن الفترة لسه صغيرة، بس متهيألي من أقرب اللعيبة ليا إيلو ديانج وكهربا. أنا بطبيعة الحال أو بطبيعة أنا الشخصية خجول شوية، فما بتكلمش كتير ممكن. بطبيعة كرة القدم أنا مش شايف إن هي فيها مشكلة إن الوينجات أو اللعيبة على أجنحة الملعب إن هي تسجل، لأن هم برضو بيلعبوا بيغزوا رقم 9 كمهاجم صريح. اللي أنا محتاجه إن أنا أحدد لنفسي هدف في السيزون بتاعي، إن أنا مثلا محتاج أسجل 10 مثلا أهداف، محتاج أشتغل على كده علشان أنا أشوف لو أنا سجلت 5 أهداف أو 6 أهداف دي حاجة مش كويسة، فأنا محتاج إن أنا أشتغل وأحدد لنفسي الهدف اللي أنا عايزه من السيزون. بس زي ما قلت لو في إمكانية للوينجات إن هم يسجلوا أنا مش شايف إن دي مشكلة في كرة القدم. نعم كان في بعض التعليقات من مستر فايلر على بالنسبة لموضوع التهديف، بس أنا برضو شايف إن برضو التمرين أو فضل التدريب مع الفريق دي بالنسبة لي أنا دي مش كفاية، فأنا بتدرب تدريباتي الخاصة زي ما كنت قبل كده في السويد وفي النمسا، بحاول أشتغل على نفسي، بحاول أشوف أنا محتاج إيه، بتمرن تمرينات خاصة علشان أقدر أن أنا أثبت نفسي وأبقى في تقدم على طول. طبعا أنا كان ليا في عروض كتيرة كانت جايالي، كان في عرض منهم من روسيا، وكنت قريب جدا أن أنا أمضي معهم، وكان في مفاوضات بيني وبينهم، بس أنا مسلم وبؤمن بربنا، وفي حاجة قالت لي ان انا يعني انا عايز ابقى مع الاهلي، بالاخص ان احنا من افريقيا ونادي الاهلي نادي كبير ورقم 1 في افريقيا. فبعد المفاوضات مع ما بين الفريق من روسيا وفريق الاهلي انا قررت وخدت قراري ان انا امضي مع الاهلي، وانا مبسوط دلوقتي وسعيد ان انا فرد من افراد عائلة الاهلي. شوفوا يا جماعة احنا يعني بنحاول بالذات مع اللعيبة الأفارقة
ان احنا نعمل لكم لقاءات تبدو مطوله بعض الشيء، ولكن المقصود منها انكم تتعرفوا على شخصياتهم، تتعرفوا على افكارهم، تتعرفوا على طموحاتهم، تقدروا تاخدوا فكره. يعني كره القدم مش انك بتحدف ناس في الملعب وتبص تلاقيها بتادي، لا، ده وراها حاجات كتير جدا، وراها تاقلم، وراها شخصيه، وراها التزام، وراها انضباط، وراها ذكاء، وراها مهاره، وراها ازاي يعني انت تحب زمايلك وزمايلك يحبوك ويساعدوا بعض. يعني واضح ان في السؤال اللي اتساله، طب ما انت يعني الونجات بتجيب اجوان وانت لسه ما بجيبتش اجوان والكلام ده. فهو اللي انا عايز اقوله لكم يا جماعه، راس الحربه هو اصعب بوزيشن انه يجيب اجوان. صحيح. عكس الناس ما كانت متصوره او كانت هو بمفهوم زمان لا هو اللي كان يجيب الاجوان، بس دلوقتي هو موجود في الزحمه على طول. اذا ما كانش ياخد هجمه مرتده ويجري ويتصرف بيبقى موجود في الزحمه. الزحمه دي بتتيح للقادم من الخلف ومن الاجناب فرص اكبر. المهم ان النادي الاهلي يفوز، وهو ده اللي قاله، وقال اختار النادي الاهلي ليه. صحيح. واضح ان هو راجل ما بيعملش شغل عشوائي، انه بيفكر، عنده طموحات، نتمنى له التوفيق باذن الله. طيب، جمعتنا ام كلثوم فماذا تفعل بنا الكره؟ جمعتنا كعرب، الاهلي والوداد الاثنين الرابط التاريخي بينهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم. القصة التاريخية، الأهلي وهو بيواجه الوداد بيواجه تاريخ له جذور مصرية في التسمية. بيحكى في المغرب أنه سر تسمية الوداد المغربي، أنا كنت حريص على العنوان ده عشان تحكي لنا القصة. صحيح. قصة نشأة الوداد، مناضل مغربي كبير الأب جيكو، هو اسمه بالكامل محمد ابن الحسن التونسي العفاني، محمد ابن الحسن التونسي العفاني، ده مناضل شهرته الاب جيكو. الاب جيكو جات له الفكره لتاسيس نادي برضه في اطار نفس طبيعه النشاه للنادي الاهلي، تجميع الشباب وتجميع القوى الوطنيه، عندهم استعمار فرنسي في اطار تفعيل كل القوى الوطنيه المناهضه للاستعمار الفرنسي، تم إنشاء هذا النادي. بدأت الفكرة بإنشاء نادي للسباحة ثم لكرة القدم. لكن التسمية جت منين؟ هم قاعدين محتارين في التسمية ومحتارين في يكملوا النصاب بتاع الاجتماع، فتأخر واحد منهم، اللي اتأخر ده اسمه محمد مسيس. محمد مسيس ده مواليد 1907، يعني هو مواليد نشأة النادي الأهلي. فهم قاعدين سنة 37، 30 سنة بعد نشأة الأهلي، شاب عنده 30 سنة اتأخر. انت اتأخرت. هما اللي قاعدين في الاجتماع محتارين في الاسم، قالوا كذا اسم، وهو داخل عليهم بيقولوا له انت اتأخرت ليه؟ قال لهم وداد. هو كان اتأخر في البيت لانه بيتفرج على فيلم وداد بتاع ام كلثوم. فاللحظة اللي هو بيقول وداد وهم مش عارفين يعني ايه وداد، عمال يقول لهم وداد، فاذا بزغروطة تطلع من شقة مجاورة ليهم، تفاعلوا، اعتبروا انه ده فال حسن وان الاسم له صدى كويس عندهم. الله، طب ايه رايكم؟ ما ده اسمه كويس. عملوا اجتماع تاني عشان يصوتوا على الاسم بين الثلاث اربع اسماء، الى ان استقر على تسميه نادي الوداد بسبب فيلم ام كلثوم وداد. دي تسميه الوداد البيضاوي، وهو نشا في 1937 زي ما قلت لحضراتكم، يعني 30 سنه بعد نشاه النادي الاهلي، في مدينه الدار البيضاء بيتقاسم الشعبية فيها هو والرجاء المغربي، اللي بيقال انه الرجاء البيضاوي الاب جيكو زمايله خانوه وانشقوا عنه، فحب يعمل نادي تاني، فقالوا له هيكرروها معاك، فقال لهم الرجاء انه ما يعملوها، فسمى الرجاء بسبب انه بيتمنى انه اللي حصل معاه في الوداد ما يحصلوش في الرجاء. الاهلي والزمالك الاثنين هيقابلوا أم كلثوم الوداد والرجاء، التي تقلدت وسام الكمال وهي تغني في حديقة النادي الأهلي في عيد ميلاد الملك فاروق، هي كانت الملهمة في اسم نادي الوداد. وأم كلثوم جمعتنا، هتعمل فينا الكرة إيه بقى يا أستاذ إبراهيم؟ صحيح، هتعمل فينا إيه؟ الوداد وهو بيواجه ظلم تحكيمي كبير ومشاكل كتيرة في ملعب الترجي في فاينل البطولة الماضية، رئيسه سعيد الناصري تحدث عن اللي حصل في أرض الملعب، ده كلام مهم جدا يا جماعة، لإقرار العدالة بين الكل، لأنه اللي اتقال وقتها
كان كلام خطير عرضناه وقتها واحنا بنستعرض احداث النهائي اللي فضل معلق وراح للمحكمة. هو بيقول الكلام اللي هنسمعه دلوقتي كان بيقوله باستنكار لانه كان عايز حقه ساعتها. كان عايز حقه وقال ان اتعرض عليه عرض غريب. نفكركم بيه، سعيد الناصري رئيس نادي الوداد. نشوفها معك سيدة ان اكثر القيل والقال والتواجد مع ناديك اليوم باش يوضح العديد من النقاط. واش يعني صحيح ان كانت هناك مساومه بان يعني بعض المسؤولين طلبوا منكم مواصله مباراه مقابل ربما باستثناء كله بدون استثناء كلهم مقابل كنقول لكم كملوا الماتش معنا خلينا نديو هاد الكاس تاع العام الجاي ديالكم. العام الجاي ما كاين مشكل، العام الجاي ديالكم كاين. اه العام الجاي بقينا في الحيط حنا ما كناش كنتفاوضوا. قال له كل المسؤولين بلا استثناء واحنا ما يعني ما عجبناش ساومونا في الملعب. قالوا له كملوا المباراه والبطوله الجايه ليكم. هو قال انا عايز حقي. هو بيكلمه بيقول له رئيس الكونفدراليه الافريقيه رئيس الاتحاد الافريقي. قال له لا بلا استثناء كل مسؤولي الكاف في ارض الملعب ساومونا على هذا، كملوا المباراه والبطوله الجايه ليكم. والراجل قال بمنتهى الاحترام احنا ما كنا عايزين الا العداله، احنا مضينا اتفاقيه زي ما قال احنا مضينا. هي دي بقى الكلمه اللي تهمنا، انه فيه فار موجود في الفاينل، تم تطبيق الفار في مباراه الذهاب، لماذا غاب الفار في مباراة الإياب؟ هو بيقول كده، ده حق طبيعي وحق مشروع، لكن ما قبلش المساومة وما قبلش هذا العرض يا باشمهندس. مش ما قبلش، قال أنا عايز حقي دلوقتي، ما تقوليش أنا هديك. نتمنى إن احنا نبني على الجملة دي، إنه ما يقبلش ياخد أكتر من حقه، كلنا ما نقبلش ناخد أكتر من حقنا. لهذا تلعب كرة القدم، نتنافس وكل واحد يبذل أقصى طاقته واللي ربنا يوفقه يعني يسعد، والخسران ما تحسش إنه مظلوم. شعور بالظلم وحش يا استاذ ابراهيم. طيب موقع هبه بريس المغربي، الوداد يضرب موعدا مع الاهلي المصري في نصف نهائي دوري الابطال، والمنتخب المغربيه قالت حوار مصري مغربي في المربع الذهبي للابطال، الرجاء والوداد اداه ادود. موقع فبراير المغربي، لاول مره في كاس العصبه مربع ذهبي مغربي مصري خالص. المغرب 24 رغم سقوطه أمام النجم الساحلي الوداد يتأهل لنصف نهائي العصبة الأفريقية. طبعا نتائج مواجهات الأهلي والوداد الاثنين هيتقابلوا في شهر مايو زي ما قلت لحضراتكم. الأهلي سبق أنه لعب مع الوداد كتير من المرات قبل كده، التقى الأهلي والوداد في 8 مواجهات في دوري الأبطال. الأهلي تمكن من تحقيق الفوز مرتين، التعادل فرض نفسه في 4 مباريات و ثلاثة أخرى انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي. الأهلي خسر من الوداد مبارتين، يعني منتهى الندية ومنتهى التكافؤ. الأهلي فاز مرتين، الوداد فاز مرتين من 8 مباريات و4 تعادلات. ده الوضع يا باشمهندس. الأهلي يطوي الصفحة الأفريقية، عنده وقت كافي جدا، احنا بنتكلم في أول مايو يعني حوالي حاجة و50 يوم، أعتقد هيكون فيها ترتيب كبير جدا. وسمعت وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبح امبارح بيقول للكابتن احمد شوبير ان شاء الله مباراتي الاهلي والزمالك في نصف النهائي هيتلعبوا في استاد القاهره باذن الله، فده هيبقى تاجيل التطويرات في استاد القاهره عشان يلحق يستقبل. اذا حصل هذا يبقى لازم نثمن هذه الجهود ونشكر الوزير ونشكر المسؤولين على الاستاد، لان احنا في لحظه تاريخيه لا تتكرر كثيرا يعني. الأهلي وسموحة، الأهلي هيطوي الصفحة الأفريقية عند هذا الحد، هيركن الملف الأفريقي مؤقتا ويبدأ التركيز في لقاء الأهلي وسموحة ابتداء من الأربعاء. وهنا هنشوف تفكير تاني ولعيبة تانية وحاجة جديدة من فايلر بإذن الله، ومحتوى كبير كان نفسنا نكمله النهاردة لكن الجايات أكتر إن شاء الله. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.